والله هلا والله هلا والله هلا والله يلا حيم يا هلا عصام لي عصام تسمع الرجال العطاء ايش اسمه ذيك وكضيعتها الله يقرحها شو العلوم يحباني شو الجديد شو الاخبار يا هلا والله مبطن عنكم مبطن عنكم مبطن عنكم مبطن عنكم والبطشين احس بديت الشوق يتكاثر احس الشوق بدا يتكاثر كيف الاوتفت يذمتكم كيف بالله كيف الحرب مرحيم ترى كيف الاوتفت يا ليل ما تسري ني وراك يا ابو ذا الجبهة والله يحق لكم تطقطقون يحق لكم بس انا اشوف ان اوتفت حريقه 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 شو الاخبار شو الجديد الله يسلمكم الله يسلمكم ويعافيكم ويطول عماركم وشر يخطيكم حط يديكم مخابيكم وش الاخبار وش العلوم احنا طبعا على وعدنا والوعد عند الرجل وعد الحردين فهمتوا الفكره وانا لعظه الوعد يا جماعه الخير انا رجل اصدق في وعودي في اي شيء في اي شيء انا رجل صادق لابعد درجه زين اليوم كم ساعة؟ اليوم ما ندري ولكن ممكن نشوف بإذن الله اليوم اي على حسب يعني كل يوم عندنا ساعات محددة زي نشوف على حسب الأجواء يعني على حسب الأجواء اليوم جمعة في ذمتك والله توني أدري صراحة الحمد لله شو الاخبار شو الجديد شو سمعت عنكم عاملين ايش مسوين احمد عندي مسلسل خطير انا تايب يا جماعه الخير انا مسلسلات انا تبتر وجه الله نعم انا انسان تبتر وجه الله من المسلسلات ما اتابع الا عثمان والمنظمه وحب الحدود بس تبت نعم الله يجزاكم خير الله يجزاكم خير يا جماعة الخير تعرفوا الواحد لازم انه يعني خلاص مسلسلات تحس انك كبرت يعني بزيادة عليكم السلام والرحمة والإكرام هلين وسهلين هذا وانا تايب نعم لان قبل كنت اتابع 6-7 عادي ما عندي مشكلة لا 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 حد يعلمن ولا حد يقول شين لا لا حد يعلمن ولا حد يقول شين 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 لهجة حلوة الله نعم تراني مصلي الوتر اللي ما صلي يروح يصلي نعم جايكم انتم علومكم بشرين عنكم وش مسوين بالله وش الاخبار عندكم وش الجديد شو مسوين احس اني مبطن عنكم في عروض فنتس دائما فنتس يا اخي يكفيكم السعر اللي حاطه فنتس نعم فنتس براند ماشي مع الجميع كسعر كجودة اللهم لك الحمد الحمد لله وشكره يكفيكم الموقع مستحيل تلقى العطر تجلس وهذه نعمة من الله حتى نمبر ينزلنا ما عاد بقى له كمية بسيطة يعني وما سوقت له اللهم لك الحمد يعني نزلت بس صورة خلاص ما عاد بقى له كمية بسيطة فهذه نعمة من الله انت ما يكون عندك عملاء وناس تحب هالبراند اللهم لك الحمد أخي شيء حلو قريب إن شاء الله بإذن الله قريب إن شاء الله العطور كلها إن شاء الله تنزل بالسناعات مو بالحين يعني عندنا يجيب لنا كمية إن شاء الله في المعرض وننزلكم كمية بعد هنا والأمور زينة الأمور زينة يحباني نعم
عطور الشعر كله. تبون عطر تو يعني ينزل إن شاء الله بإذن الله. وتحس إن الشنب ثقيل ثقيل. عطر الشعر موجود ترى، فيه كمية بسيطة في عطر الشعر موجودة اللي ينشدون ترى فيه. طبعا مسعود أخذ يومين أو ثلاث أيام. هو تذكرون يوم شراء العطر؟ قسم بالله شو يقول أحمد شم شم، مغرم بعطر الشعر بشكل لا إله إلا الله. الله يسلمكم يا حبان، الله يسلمكم. والله يا جماعة الخير اليوم قلت بفتح بدري بث في الليل بدري، بس قلت لا أفضل أنك تتأخر شوي، الربع موجودين، أبوها عشاء، أبوها عشاء، إيه وناسة، أجواء حلوة، وشتة والله. أنا الليلة جانا برد، جانا برد 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 برد، والله يعني إني يعني من قهر من الريال برا، يعني النار عندهم، المفروض النار عندي هنا، فيني ماسكة لهجة شمر اليوم، والله العظيم. يقسم بالله عشان نصح صح ناخذ قسط كذا صح صح بعدين يعني افضل يعني ارحب. هلا والله، هلا والله، انا اخوان الاخوان مع بعض يا شيخ. ارحب ابو رحيم، ارحب بين استار. الله حي سلمان، الله يبقيك، الله يبقيك سلمان، الله يعافيك ويطول في عمرك. كيف تكون؟ والله بشرة ابو مش طبيعي. ليه عم تحكي هيك؟ هيك لبناني؟ لبناني مو عن جدك؟ جدي لبناني ومن بيروت. عشان ما تبين البليه اللي فوق. شو العلوم يا عيال طيبين؟ والله ابشرك علومك. شو الاخبار؟ الله يعافيك طال عمرك. الله يعافيك. يا هلا والله، الله يسلمك. شلونك؟ شو اخبارك؟ تواجدكم مع بعض، سعيد جدا بتواجدكم مع بعض اخوان وكذا. يلا جيب اخوك. طيب سعيدين كذلك ان شفناك، الله يحفظك. الله يسلمك. اخونا الثالث يعني دخلنا مع اخونا اليوم. انا اليوم قررت اني اصير مؤدب. انت دايما مؤدب يا ابو رحيم حبيبي. والله سلمان، عشان سلمان يا فيصل. ليه شو سويت؟ اصير مؤدب اليوم عشان سلمان. يعني انت غير محترم قبل. لا 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 والله للاسف للاسف هذه المشكله اللي يعاني منها. لا لا يكرم يكرم ابو رحيم والله، من عرفته وهو محترم وذرب. لا 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 غير صحيح. لا لا انا غير محترم. غير صحيح. يا طيبين والله بشري. طبعا يا شباب انا توي فاتح، انتوا تعرفوا لازم الواحد يحمي، فهمتوا؟ لازم يعني يكون قدامه اشخاص كذي يصفقهم، فهمتوا الفكره؟ لا اذا تبي تحمي رح ان ناس جاهزين وبيجي صفق. اذا انت ما بعد حميت رح حم على غيرنا وتعال. لا 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 لازم التحمية تكون عليكم يعني. للأسف يعني. طيب للأسف. بس مو بتقول توني فاتح وما أدري إيش وتعذر. أنا عمري ما تعذرت يا شباب، أنا عمري ما تعذرت. أرحب يا أبو شابر. أرحب يا أبو شابر الحين. يلا حيا. يعطيك إياه كذا ولا يبالي. تعذر. إيش فيه؟ نكمل على موضوعك، ما تعذر. أنا زهمتك يا أبو شابر. أبشر بس سعد. تجلنا يا أبو شابر. العلم اخباك والشرخ طارق. كم اخباك فيصل؟ شحالك سلمى؟ شحالك؟ خير نفداك يا مرحبا وما قربا. يا هلا وسهلا ابو رحيم. انت ما زهمت الا واحد ان شاء الله انه مطلق. ان شاء الله يعني ما انت متاكد يعني؟ كل شيء عند الله سبحانه. ها كل شيء عند الله يا الربع. ان كان انتم جاهزين فعلمونا. انا ترى يعني علم يعني قلنا على خط النار. اذا انتم عندكم عذار، عندكم شيء قبل ما نلعب، علمونا من الحين. ها من مشغل الدوس؟ اضرب الارض ولا تبالي يا ولد رحيم. شباب اي لايك ات، اي لايك ات، اهلا بكم اليوم. التحمي عليكم جوله ولا جولتين؟ من حمي تمام. جوله ولا جولتين؟ هوبا تكبير. جولة ولا جولتين يا الربع؟ جولة 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 تم. اسمح فيها كل شيء. جولة
تكبيس يا حبايبي تكبيس تكبيس عشان حمي كلنا الحمي تبدا الناس الحركات السوالف تبسي هنا وخذ هنا عادي عادي الليالي جبا وكل دوره له عقد اشتراك والمشاكل مالك نفس تكبس مو على كيفك مو على كيفك ما تكبس مو على كيفك معلق عندي معلق معلق ابشروا بالشيلة بس هل ابشروا بالشيلة اي لايك حمي 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 دوار يغير قرار أربعمية وخمسين يا حيكم حيا معلق الله يقلع معلق 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 ترى مو بلازم ترى مو بلازم نفوز اوكي المقصد انه يعني الطاقه بس ودمي حار وشوفها جبل متاهل والارض زولية صوت عالي مرة اسمع اسمع العالم حي صوت العزاوي ترى هذه عالمية ها عندي لطمة ايه بلطام اللي عندنا بلطام حق المتغيثي مرة لا أنت يا مرة
لا مهران مجد مشاعل ندوب جميع بيض الله يجيكم قبسين بيض الله يجيكم احمد. هلا فيصل. تدري انك جايني خلاص انا طافي مواصل جاي من الصبح لله. فاتح بث تخيل خليني بقول بفضل بفضل تخيل هذيك تعنني بس راح الله الله اعطاك حصان راح تستاهل لا 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 مالك لوها لا لا تستاهل على طلق ما بندور حصانات لا لا فديتك حصانت على 8000 وفرق بين ولا امد قدام اخوك ما له داعي اوكي اوكي طيب زايد ايش بيسوي والله مو موازنة طيب مني حصان حصان سمعت ولا لا يا ولد عطني احكامك لا تستاهل هالجودك صرج عطني احكامك لا اكثر حصانات ماني بعطي حصانات يا خبر احكامك تقعد شلون والله اي من دبر حي من ربع انت انا عادي انا داعي علي الحرام ما داعي ما داعي يا دي ايه اخوك شوف وانا قاعد اعذبك ما داعي والله العلي العظيم لو ما انت بجايني وانا في اخر اخر قست كان ايه ايه والله ما له داعي يعني الموضوع هو موضوع بس يعني والله ما له داعي خلاص يعني دقيقه ترى عادي عادي ما تبي تحكم يعني احمد خلاص سماح سماح خلاص بيض الله وجهك يا ابو رحيم وافعالها زين انا عشانك يا سلمان ما بدك ترتاح بس سلمان يروق سمع تكفى ما عليك من رح ما فكرت الحيدة بس أنت عندك أحكام عطنا أحكام تقعد تشغلنا يا ود أنا عطيت يا سلمان سلمان قل لي الله سلمان والله أول حاجة أنا أحترمك وأحبك جدا زين والحاجة الثانية قال لي بس هذا كله لمصلحتك أنت لمصلحتك ما أعرف يسولف وش لمصلحتي مصلحتك تخيل تشوفني الحكم أخوك بكرة تذل لا لعب وجوله يجيب لك بالله قدامك ما داعي انت تدخلك ذله من جوله ولا لعب ولا قلت ليش تدخل في البرامج يا خبل يا خبل صد اسمع اسمع جاهم ولا خلاص خلاص اسمع اسمع لا اسمع ما ابي مصلحتك تدري والله لو اني فايز يا احمد عليك اني لا العب اكس او في جاكيتك اسمع والله يمدي اسلم سلمان وفيس اسمع والله يا صيح نصيحة بس انا ما قلت شيء بس يا رجل تبع حصانة يا فيصل لا ما تبكيت هي نعم عطني احكامك الناس ترى ما حد يقول خذ حصانة يعطي احكام ما جازت لي بقى اللي تبيه يصير لعيونك يصير المستحيل نطوي عليني مناك جيب لي طال عمرك صحن حديد وضرب براسك 50 مرة قدام اخوي كده أنا ارتع أنا ارتع أنا ارتع خلاص 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 خذ حصانة تكفى طوبة خذ حصانة العلم عندك يا فيصل أنت مخير خلاك طيب الحكم الثاني الحكم الثاني طال عمرك الحكم الثاني زين الله لا يهينك الله لا يهينك أبيك تسوي طال عمرك تنقز فوق السرير وتنقز على الأرض تنقز فوق السرير تنقز على الأرض زين 30 مرة كم يرنب اللي تبغى قدام اخوي الثالث 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 تاب اسمع 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 انا بعلمك بس ما تفهم انت انا توتر انا سلمان توتر والله والله انك والله انك ما تستحي يا احمد والله يلا انا استا خلاص حصان حصان يلا ما في يلا لا 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 ما تقول كذا لا وش هذه وش نزل اصبعك سلمان عندك حكم شيء يلا يا عيال ادعاكم الله الله يحفظكم نفس اخوك ما مد بطل من اخوك هلا لا لو اني يلا حيهم وش الاخبار شو الجديد شو مسوين شيكم عبد العزيز زعلان علي عبد العزيز رحيم اليوم يا جماعه الخير زعل علي زعل كبير يعني رحت أنا وياه لا والله رحت أخلص لي شغلة ومريت مسرى يوم مريت مسرى قال عبد العزيز جاي من فارس يقول يا فارس شوف أنا قاعد أسوي الآيس تي وقاعد أعرف أصب قهوة اليوم ويكشخ قدام خوية فأنا دخلت لقيت زباين ولقيتهم داخل 2 روسهم 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 روسهم
وش الطريقه اللي اتخذتها انا؟ فقلت زي كذا يعني برا 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 ويييييط هم يطلعون برا. ما اخفيكم تدري وش سووا؟ ها احنا جالسين برا، تدري وين جالسين؟ جالسين في الكافي حق جارنا شهراني جنبنا، اخذين من قهوتي شارين من القهوه طعمك، زعلانين. انا ما دريت انهم زعلانين، والله ما دريت انهم زعلانين ابدا. متى دريت؟ يوم جيت لعندهم ويا الشكاوي واحمد فشنا، واحمد فشنا قدام الزباين قدام الرجال، وحنا والله نزعنا ولا قدرنا نجلس في مصر، رحنا جلسنا جنب تجارهم. يا رجال عين خير والله، لو تزع بيدك رجلك توكل على الله. بعدين تشره يقول اصلا المشروع هذا انا كنت ازينه لمن؟ الفارس. زين قلت اول حاجه انت ما دفعت فلوس. انا قال هشام يقول ان لا تحاسبوا. قلت لا الاول ما حسبته، الاول ما حسب، بس الثاني لازم تحاسبوا. فوالله زعلان علي ابو رحيم، زعلان علي زعق. اللي طلع معنا اللي مشى من؟ يا زعلان علي من انا فاضي له اقوم اراضيهم. وين يا شباب؟ اللي مشى من؟ انا بدري يا العشير. ماشي ها؟ ماشي كلكم. ما اللي مشى؟ انا وزيز. من بقى؟ بقى والله شليقه من اليوم. كويس. انت بتبين من اليوم؟ ايه اليوم. ها؟ في اليوم في شطه. يلا تبي شيء؟ يلا عرسك كم باقي له؟ اسبوع. جمعه ما هو اليوم، جمعه ثانيه ان شاء الله. الله يحييك، ما احتاج هاي تعزمني راي محل. الجمعه الجايه ذي؟ ايه الجايه. جهزت عرسك انا فاتح بث ترى. طيب هذه شو المشكله؟ تعال تعال. زفه وين بتحط الزفه؟ من هنا من استراحة. الزف هنا زيز من استراحة. تعال تعال فاتح بث. أوك تعال تعال. هلا الرجال زفت من وين؟ إن شاء الله الرجال بزف. أنا في زفة ثانية إن شاء الله. الزفة الأولى فين؟ في الفوال. الزفة الثانية وين؟ على مين الزفة هذه؟ زفة أنت؟ لا أنا موكلك أنت. الزفك زين؟ ابشر بسعد نطلع طعمك نطر في البخاري بشتك. هو ما عندنا مشكلة تنزلنا القصر بعد 12 الليل عادي. عادي والله عادي. واو صدق امانة المرة هذه بخالي بن عزيز انت ما حلفت عن عزيز. بعدين ركبت وجعتني اجلس دقيقة بس. صدق اللي بخليه انا. بعدين ارسم غريب. عندهم عشاء. بالله اي ما شاء الله عندهم عشاء. تدري حضور ايش فيه؟ ايش فيه كراسي؟ ما شاء الله والله. لا فيه بعد قهوه شاهي. ناس عرس. لا والله. لا في شاهي قهوه قصدك. اي بس اسمع اسمع صدق يعني وش جهزت لعرسك؟ علمنا والله. خلاص خلنا نستانس يعني. عرس اي واحد. ريجي يعني ايش بعد يخرب يقول بدخل البشت. صحي انت. خبي انت. خبي انت. ها وش؟ لا صدق صدق. وش ناطر؟ ارسم كذا. العشير يا العشير. دقيقه قل لي الله. تبي ايش ما اغلب؟ قل لي الله. يا العشير اصبر يا مال العافيه. كله احنا نبي مصلحتك. طيب اول شيء لازم بروفه وانت قاعد تدخل على النار. يلا زين بروفة. لا لازم بش لازم لا لا شوف ادخل احمد جاسم الكرسي موجوده. لا لا انت على انك جاسم الكرسي هو ادخل يسلم عليك. زين طيب حلو. وانا بحاول يعني لازم دوره لازم تاخذ لازم بعدين جوازك ما عاد بقى على شيء. كم باقي على جوازك؟ جوازي ولا جوازي؟ زواجي ترى كذا ثنتين. تمام انت متوتر؟ لا والله عادي. طيب قل لي. طيب واضح انت تشوف كيف جالس سوي صقر. سوي صقر دقيقه. الله يرحم والديك. احنا الحين انا اخوك نبي نعطيك بس بروفة. طيب الفروه وين؟ عطى شماغك يا شيخ. ها جاهزه هذا فروه. فروتي مني ودولها بعد فيلك. ايه تدري كم لها معي؟ كم لها؟ يلا حت شغله. عندي 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 عريس الزين يتهنى عريس. لا 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 يلا يلا هذا
هذه فروة ما بشت يا زين. فعلنا بس طيب. زفاف ذكريات. خوينا بيعرس يوم الجمعة الجاية. حصري. يلا 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 يلا. ذكريات. يلا تأسف. تكشخ تكشخ. أيوة. خوينا بيعرس. لا بنزق. اسمعي ها جنبي. إيه لا لا لا. أنت تمشي تدخل على. حاري. يلا يلا يلا. اصبر يا شباب عندنا عرس عندنا عرس. وين مو بلاش وين قال مرزام انت سلامات وين طالب اقلب مرزام هي هذه الدقه هذه الدقه لا لا هي هذه هسه انت جاهز شماغه مو كذا لا شماغ ما بلي حتى ما بك اقلب المرزام شك حطه كذا خرفت امه شماغ كوي بريلين ترى يا رجال ما بيها كوي ميته قسم بالله ما ميته الميت ولا ثوبك مقلب والله ميته والله والله ميته اسعس انت الحين تخلي شماغ فوق البشت لا هذه فروه ما بشت ما لا لازم طبق انت ايه؟ طبق من الحين يا مريض هذه الرجل عرسي يوم الجمعه جايه حقت الزف وشي عقالك صغير يا بقى ايش يقولون ايوه يلا ها لقيت هيك موترك شغال يا ولد لا تخاف من موترك بينسرق موترك ما في فصل استراحه الف مبروك الف الف مبروك دقيقه الف الف مبروك دقيقه احمد احمد دقيقه الف الف مبروك منك المال ومن هذا ان شاء الله العيال ان شاء الله ان شاء الله عقبالكم الله يوفقك ان شاء الله ويبارك لك بس كا يعني شكل كسيستم واضح انك لا يبيلك شوي كبيري كبيري يا شوف انا بالله على جواح حلوة انسان ما يا مدري بعد عليك على كيف شيء على القنصين طيب زين لا بس الثوب مو ابوك ها هل هو بالعرس لا تخيل ها تخيل تخيل طيب اول لازم ندخل ايه لازم فرو لازم بشت يا ولد بشت لو لو انك لو قايل لي احمد جبت معي البشت ها شهرين هيك الوجه لابطه عنك يا احمد ازز احسبك يا ولد ما احسب انك سارق البشت طيب اعرفكم على مانع العشير باذن الله عسى الله يوفق ان شاء الله في يوم الجمعه الجايه باذن الله الله يحييكم جميع المتواجدين ابو اربعه الله يحييهم جميعا قاعه ايش قاعه القاعه ترى فيها كراسي وضحت لكم اسع اسع القاعه شو اسمها ها القاعه شو اسمها قاعه بمنزل الاحتفالات ما لها اسم بدون اسم بدون اسم يا تعال بدون اسم بدون اسم بدون جوجل ماب اسمع يقول فضيحة أنت طبعا ثوب جاهز من الحين شوف كم عرق الله يقول أما ذا الثوب والله العشير دقيقة العشير قل له اسمع اسمع العشير قل له يلا لا 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 غالي علي جدا وأنا أخوك وأنا أبي أجيب معي صف ما أرى الرابع الموجودين هذا رأب عليك كم واحد هذا اللي يبي لهم والله يبي لهم أشوفه فيه هاي خلاص تكفي كفيهم تاكل اسمعوني تعالوا انتم تعشين خلاص كيف يجوا انتم خلي جلاله هي دعمها بالعشاء كل واحد يجيب قهوته معه مكان ها كل واحد يجيب قهوته معه اي قهوته معه زي يقول كل واحد يجيب قهوته معه حازم انا فاضي وانت واجد يا احمد العشير قل له عندك انا بقدر اجي عشكم وهم ما لهم لا تجي ان شاء الله ليش ما هم لازم فيهم ايش ماك ميت يا اخي انت مصدق انت قسم بالله يا ولد خلاص انت ايش الدور انت ارفع ال
انت رفعنا ذي عشان نشوف بيجيك الوتر بيضا سوي المضب بنك الراجحي. يلا بسم الله. اسمع اسمع الحين صدق صدق اذا انت مثلا اول حاجه تسويها انك لازم ترحب الضيوف اللي يجون. طيب نعرف ذي. لا لازم تتكلم من الحين، لازم اقل شيء تتكلم دقيقه واحده. ترى شوف انا اقول لك حماس العرس ما مثل حماس الحين. انا فاهم صحيح. الحين انت انا جايك خويك وجايك فلان جايك علان جايك الضيوف، انا مقربون معك الحين وش تبي تقول؟ يا مرحب. لا لا هذا المايك دقيقه امسك المايك طبقني من الحين. انا صدق يا ولد صدق امسك وقتها ما انت حكم الحين يا ولد. هذا امسك امسك صح ولا لا يا الربع؟ يا ولد ترى صحيح امسك جوالك ها تكلم رح اخلى جوالك كذا. يلا ها يلا الحين هذا خويي ترى اللي بيقول كلمه. لا عزيز علي حرمني صادق. طيب خلاص يا ولد مس يا مرحبا ومسهلا ارحبوا يا ربعي من خوياي وجماعتي وزملائي والله اللي مرحبا ثم مرحبا علي الحرام ثم علي الحرام انا من اسعد الليالي يعني. والله العظيم العشيش هذا الصغير. طيب انت فيه خلاص خلاص والله ارجع ارجع يلا العشيش صدق انا هذا تكلم 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 على حرام تكلم 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 العشير ما تقدر عش ما تقول الجهاز انت فيه ابو الحي ما يا صدق تكلم انت بلساني عادي ترى. لا يا حبيبي انا معطيك الضوء الاخضر. لا ما انا بطلع تكلم ما تكلم انا معطيك الضوء الاخضر تكلم اعطيك الضوء الاخضر انا صدق صدق. لا انت امان عزيز مو بلازم يتكلم يرحب ضيوف جايين تعني من برا تعني من برا اللي جايك من الرياض واللي جاك من لبن واللي جاك من طويق واللي جاك من الشرق متعنين الناس اللي جاي من زحميه اي عشيت صدق تعال تكلم والله العظيم حاضر العيش شكل جواب خلاص شيء شيء تعال تكلم فضحتك وين ضحكت يعني انت مسوي ثقيل يعني ايه مسوي ثقيل سوي ثقيل يعني دقيقه خلاص ما يلا يا سوي شيء يا ابو رحيم احنا احنا ورانا اسمع اسمع الحين انا عندي سؤال صدق صدق انا عندي سؤال جد شوي اللي هو انت يعني كم ما جبنا مختفي شهر لا شهرين ثلاث شهور لا شهرين ثلاث شهور شهرين يا ابو شهرين ليه عشانك تعرس خلاص تختفي لا والله ما تبغى نشوف وجهك ولا كيف والله مشغول يعني والله عذر معي عذر معي دقيقه يعني ما تبغى نشوف وجهك عذر معي عذر معي يا ابو الحب صح ولا لا اشغال كذا حركاتكم انتم لا ما انا بحركات انت كذا المعريس انت بكره بدي مجرب والله ما اشوفك باذن الله الحمد لله رايح جاي للاسواق ما تفضل تذكر يوم انك ترمم بيتكم نفس والله لا بس ما كنت زيك هلا كنت تجينا منفس خل عنا ما ثرجنا بعد نفس كذا لا مثاث الدنيا وغثر روحة جاية روح ليش ما بس العرس يعني أنت متحمس له بإذن الله أكيد عرس شعورك يعني شعورك من هنا لين الربوع اللي مكان يشكر الحين تومي باقي لي الحين تحس بغيبوبة لا غيبوبة ولا شيء الحمد لله صح ما تبيه والله تفكر شماغ طرق لا أنا بزيل لأن ما أبو شماغ فهمت شماغ عزيز وميت لا أنكو ولا شيء طيب لو قلنا يعني صدق انا والله ودي انفعك رفيق طيب ودي انفعك رفيق بس انت ما ادري ايش فيك فعني فيش جود لازم تتكلم من طيب هنا للعرس طيب نتكلم طيب اسمع 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 طيب يحط لي اغنية الحين اشياء تعال 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 انت لازم 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 في كلام يطلع منك تعال هنا تعصب تعب طحت الحب اما حط لي اليسا وين يا ابوي وين رايحين حنا هذه ناقصها بحر ما تصلح هنا والله ما تصلح طول يا اخي والله العظيم قد يغير ودي يا اخي اجلس معاه
اسمع زي ساعتك فوق عزيزي، انا قررت قرار. انا رجال ابى اعرس الخميس الجاي. الخميس الجاي بعرس. طيب انت الحلاوه وش ذنبها؟ طيب لا لا بدون شيء، بدون احد. يعني عرس بس كذا، يعني تاخذك بيت مستقل حالك، انك متزوج وتروح وتجي. لا 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 لا. وعلى انك تطلع مني البيت تقول يا عندي معليش لا 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 قصر، باخذ القصر. ايه فهمت علي. مو بس طيب والعنيات ما كذا، بس عنيات. إيه؟ بدون عنيات تعرف العرس وهمي، فخلها كلها وهمي. بدون عنيات يعني ولا تبين علمك؟ انت من اخوياي وهمي، يعني اقول منك العيال من كان المال تخسي. طيب وش اسوي؟ ايش الكلام ذا؟ طيب بس علمك. طيب يا خلاص غير انا اخوك. خلاص عاد سولف انا اخوك، لا عاد تقول شيء. ايوه حول ايش كلام فاضي صراحه. بعدين تحتاج كوش كل عليك. ليه؟ بس الحمام شبك. شحن. ايوه والله عسى الله يوفق العشير. طبعا العيال عرسوا، يعني العشير يوم الجمعه، وعبد المجيد مرزوق بعد اسبوعين الظاهر اذا ما خاب ظني في الطائف اعرس. بعد التفخ ذاك عرس. والله العيال كلهم روسنا واجد. الحمد لله. أنا متى دوري؟ أنت ما أنت بتبغى بس أروح عنكم. أنا داري مين اللي جالس عند سبوتكم، تبغونه كذا ولا كذا؟ أنت الموضوع. حتى لو بكره عرسي وشي ما جا ساعد سبوتكم. حتى تسوي جنت غير عطستك. استغفر يا اخي. العطسه لازم انك تمحطها من بعيد عشان تحس ان العطسه هذه تكفي يعني 10 عطسات الى قدام. سعد الشهري قال شيء. ها قال شيء سعد الشهري؟ ايش رايك يا قطع ربع؟ هذا بيسرقني يا ربع، هذا بيسرقني ما يدري اني سروق. جلس ساعة أو ساعتين يقول خلنا نتشارك. ما ارتحت له سبحان الله، الوحيد اللي ما ارتحت له هو ما ارتحت. حدك على ابن عمي يا رجال، ابن عمك سروق. سعد من الناس اللي عنده اتخاذ قرار بسرعة. لا ان شاء الله نشارك يا سعد، ان شاء الله بإذن الله. مع الأيام نشارك رفيقي، مع الأيام. حنا متشاركين في الخوة. خلع الخوة يا حبيبي. ايش عندك تبث كل يوم؟ انتم يعني هل من الممكن اني بسحب؟ والله اني يعني في مشكله انا ما ادري وش اني في مشكله.
المصداقية عندي يعني زيرو، وهذه مصيبة كبيرة. صدقوني يا أخي، صدقوني ولو مرة، ولو مرة صدقوني. سحبت عليكم. لا لا خلاص كنسل، بكره ما في بث. اخو الحين معطيه موهبه ها؟ الله اخر حبه والله. انا داري انا داري. والله داري كنت ابغاها من الله. انا لله راجعون يا جماعه الخير والله العظيم. خلني ابث مع حدا. السلام عليكم. عليكم السلام يا رجال، كيف الحال يا؟ الحمد لله انا بخير احمد رحيم، كيف انت؟ الحمد. انت من وين؟ انا من افغانستان. وينك الحين؟ انت الحين تبث وين؟ الحين أنا في أفغانستان، أعيش في كابول. أيوة. في وين؟ أفغانستان. كم عمرك يا شهرير؟ شهريار. أنا 25. لا صدق عاد، أمانة 25؟ أيوة. أنا اللحية شوي. صدق والله كم؟ أيوه في عمر أنا 25 كبير. أيوه أجعلها في ذمتك. أنت 25؟ أيوه يا أخي. لماذا أنا أيوه 25 طحمز عيونك طحمز عيونك طحمز عيونك طحمزها. قل كذا بعيونك طحمز عيون. ايه طحمز يعني قل كذا بعيونك عشان اشوف انت صادق ام كاذب. لماذا يعني ايش فايدة انا تقول كذب؟ لان سنك يقول انك تعديت 34. هل انا صادق ام كاذب يا شهريار؟ أنا 50 يا شهريار. أنا 50 ما في مشكلة. نعم. أنا أحس إن عمرك 25 24. أحس عندي إحساس. 25 24 صح؟ لا 24 25. أنا موليد في 1999 واحد 6 1 6 6 9. انا يشوف انت باسبورت. وريني باسبورت. وريني باسبورت من شيك توك صح من النوم الحين عندكم الاجواء عندكم انت في كشمير؟ لا ما في كشمير، هنا في كابول برد زيادة وفي جبل ثلج، وإن شاء الله في هذا الشهر ثلج في عرفت؟ عزف أنت فنان أنت صح يا شهريار؟ أنت فنان؟ فنان؟ إيه تغني أنت. لا أنا ما في فنان. قد شفتك تغني؟ أجل واحد من إخوانك أحس إنه مغني. أنا ما في أفهم غني يا أخي، إيش غني؟ أنا ما في فنان. اللي يقول خلاص من حبكم يا زين عزنا، عارفها؟ لا، أنا أخي واحد في جاكو تقول واحد غني إيش؟ زال زلا. إيه عرفت؟ ايه ايش غني انت مطوع يا شهريار ولا هذه بس كذا منظر؟ لا يعني هذا هو
موديل يعني. كل يعني هذه موديل يعني. يعني هذا كشخه. ما في موديل. الحمد لله السنه. يعني هذا ستايل ستايل. ستايل ولا مسلم؟ يا ستايل. انا مسلم. في هنا 99.99% مسلم الحمد لله. اسمع اسمع انا والله ندي انك مسلم. انت مسلم صح؟ الحمد لله. انا داريك مسلم. لكن هذا ستايل. ايوه ستايل. ايه ايوه ستايل. ايه هالحين بسألك سؤال تجاوبني. يلا ان شاء الله. تكلم بشويش الشبكة ضعيفة عندك. اسمع قد جيت السعودية؟ لا أنا ما في يجي سعودي من قبل. علقت شبكة؟ علقت عندي صح؟ لا أنت شبكة. أنت شبكة شوي ضعيف. علق عندي. طيب قد جيت السعودية؟ أنا شبكة ضعيفة. أنا ما في إيجي من السعودي عندي. من قبل معلقة معلقة عندي يا الربع. نتي أنا ضعيف. مشكلة الشبكة عندي. فنسولف قبل شوي الربع اقول لكم العيال والله خلاص يعني العشيره ابي ارس عبد المجيد عقبه سلطان مشيلح جاله ورع. سلطان مشيلح جاله ورع. ما حد ما بركته له يا كبروا العيال. ابو عمر. ابو عمر شو الاسم ذا يا ولد؟ شو مسمي على من هو؟ مسمي على من كذا مخ كذا عمر كذا مسكت معي سمي عمر. الله يا العظيم يجي لي يعني بهذله. ها يو تشرب جرك كذا يا اساس يشبه ابوه. شفت سلطان طلع ها سلطان يذمت ان شاء الله تبارك سلطان. شفت سلطان يا سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا حليل زقله زقله. أنتم علومكم بشرين عنكم أنت عقل بعدين أنا والله أني عقل باقي ياسر. ياسر اللي فقته يا أخي والله ياسر اللي فقته محزين توبي. الله أن ياسر له فقدة كبيرة. شايب راقد بدري أو شو ولا مستر على شاهي ولا إيش سالفته؟ شهريار رجع يرسل لي أنا لله راجع. يا شهريار لا ترسل لي لا ترسل لي يا شهريار. يا ايه واهي بس سؤال هي بلعوم الزينة هي بلعوم ارتاح هي بلعوم. ايه ايه عرفت اخوينا ذا يرفضني خضير. نعم الله شربك.
عطس عطس عطس. الحمد لله. حمك الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عليه الحرام منها. الحين الله يرحمكم ويجزاكم خير. يا ولد سالفتهم يا ولد العالم ما تبي تسولف سالفتهم. نبي واحد يسولف حنا وياه. نطقطق عليه طقطق علينا. وش الكلام هذا؟ ما هي بطريقة هذه يا ولد. ما تحس ايش؟ ايش ايش ايش؟ فيكم انت فيكم انت لا يروح علي. والله مصيبة يا رفقة حرام انا مصيبة. عاد نحب البث برا من الذكريات. يا لعن الشيطان كريمينا فكريمينا يا وجه الله مسوي يا يا الدنيا مش بعد عندك مقاطع قديمة أكفك كريمينا تكي صوت القصيد سريع من مخك اللحن أنا بس بعرف ليش من أول كنت أجيب قصيد من رأسي وأنت مستنسين وأنت من خلايا تعززون لي ليه يعني والله أنا صدق ليش كنت صدق يعني هذا كنت اكثر شيء احبها وانت تذكر دائما تردد احمد بكرمنا ثلاثة تطلع لا تطلع علوم لا تطلعنا علي الحرام لصدق الربع كنت اشغل اغاني من اول زين واجيب قصيد من راسي اجيب قصيد من راسي والعيال مستانسين يصورون وانا معطيها موهبه يا وجه الله هات تبع اسمع التاليف التاليف تقول دقيقه انت بنت لا 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 يا الله مشينا على صياحد يا عربي هذا مصورين قروب صح قروب احنا مسيين قروب نطقطق ايه نطقطق قروب صح صح ساك يلا يا الحين الشيطان مشينا نطقطق احنا بين بعضنا فهمت بالقروب وكذا نطقطق نطقطق الجوال هذا فيه ايه حنا كنا زي كذا تأليفه ايه يا الله حسبي الله عليك يا يا اخي بث اليوم وش فيه بث غريب اليوم ايه تحسون فيه غرابة اليوم لا غريب الا الشيطان الحرام ما يجي غريب وانا موجود نعم نعم هذا الكلام وريون شنو 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 بنو يا عينه يا حبيبي والله ما خليت احد الا وش هو برد والله قسم بالله عندنا برد 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 مصيبة يا تميم تكفى شوي قلبي شوي بجيك احمر شيء اعوذ بالله مر ما في احد اليوم يعني انا اخذ مع احد نعطي مع احد هذه حقت التاليف صح يا وجل هذه هذه اللي صدق ضربت هاي ضربت 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 يا ولد حركة عبوت اخذنا عليها صدق يعني بس بعرف الجمعة يبثون الناس ولا لا وش في مقاطع قديمة طبعا المقاطع كلها مراهقة مراهقة أكثر واحد الظهر كان مستانس عليك أنا وغير تسلف لي وثرة لا الحرام يعطيها موهبة تألف لي علي الحرام يعطيها موهبة آه يا
عندي نية وعزبتك عندي كل شيء عندي. عزبتك عندي وطبخك عندي من أول. إيه من أول كانت معي هلكس حلوين ولا شو اسمه يا ولد والله إني شقردي إني شقردي قسم بالله يا ربع إني شقردي أحط في وسط العزبة دجاجتين تذكرها علي الحرام دجاجتين يا ولد والطحين اج الله ود ولا عشان المرقوق يا ولد يا ولد اقسم بالله اني رجال علي حرام يا رجال ارحب يا ابو حيم ارحب يا ابو حيم طيب هو ده ارحب لا ارحب لا ارحب مرحباني قال مرحباني ويا البقاء زايد زايد يا ولد انا اشوفك دقي بعطس دقي لا 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 يعني شكله صامل والله ما يرد احد يا ولد انا ظاهر من يوم نوري وانا مزكم اسمع ارحب يا ولد زايد زايد ما شاء الله تبارك الرحمن يعني انا صراحه اغبطكم على ما تقدمون يا ولد لا جد يعني اللقاءات ذي لقاءات ما عاد بسوي تصدق ليه عندي اسباب والله بعلمك بعدين بعدين اعلمك يا اسمع ما سمعت فات وقتك افا لا والله سمعت كيف انت ما يجي منك الا زين يا ابو صابر صدق علي الحرام ما يجي منك الا زين الناس اللي ذوقهم رفيع يعني مره يعني والله اني دائما اقول انا من محبين شيلات زايد بن صابر لا بعد قلبي والله جعلني والله والله لان له الحال عجيب يا اخي حلوه ومودها حلو وجديد تدري من اللي الحلو تدري من هو هاي حلو ها من واحد من اسمعوا يا الله لا اله الا الله تكفى ادري وين سجلتها مصر رحت مصر سجلتها هناك اي بات احمد حبيب يا حبيب العمر وش بقى ما راح يا حبيب العمر راح عمري راح أهلا وشفت الليالي كيف سوت وانت علي كيف يجب أن أدوته برحيب يا حبيب الأذكر وانت ناسي بعد غيبتك كيف اني قدرت اقوى على الفرقه اهيا الفرقه اهيا الفرقه ولكن خذ معك جرحي ولا تسال حبيبي ليه انا محتاج لا مريت جرحي ما اشوف فيه جرحي ما اشوف والله يا عالميه زايد انا دائما اقول اقسم بالله ما يعرف بقلبك والله يا ضحي والله بالله تقول وقفت ها وقفت لقاءات ليه ليه عندي يعني سبب لو تدري فيه بتقول والله معك حق يا اخي بيض الله وجهك تفكر ولا تبي تصيده يعني عاد كيف لا الناس يا اخي ما 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 لا لا بعلم بعدين اسمع ابو رحيم ليش ما نسوي دوتو؟ والله دندني زايد ها؟ والله ما عندي مشكلة انت بقت صوتك كذا جبلية صوتك كذا صوتك يعني فهمت؟ فبيجي دوتو من العنوان الدين تبقى جبل ولا تبقى طال عمرك ضلع اللي تنعم بلحياتك والله اهم شيء تكون يعني رومانسية لان انسان رومانسي دائما اذا غنيت شف والله يا جماعة الخير دائم إذا غنيت لازم إني أطفي اللمبات أذكر مرة من المرات ما أخفيكم يعني ما أخفيكم أنتم يعني
يعني تسترون علي ولا استر عليكم، ونحن نستر على بعضنا. ظنيت ما ادري ايش يعني، انا ما ادري ايش السالفه فهمت، ولكن اطفي اللمبات فهمت، اركب السماعه وابدا ابحر حماسيه ولا حزينه؟ لا حزين حزين، دائم يعني احمي قبل الشيلات الحماسيه فهمت علي. ولكن ذاك اليوم جاء وعطيت البيت الاول وعطيت البيت الثاني، انقزت ما ادري شلون انقزت، انا وجه الله طلعت بس كذا، بس انقزت نقزه شوي، مطفي اللمبات عشان ما يشوف المهندس والله انقزت ني كيف انقزت يعني، ويت طاحت كذا بس شكلها ما غاد اخر حبه فهمت، ويت انقزت كذا ويت، هي ما قلت لها في سبب نقزها؟ لا لا لا، انا ما انا شف انا من الناس اللي كذا بدون سبب، لا ما في سبب يا حبيبي. ايه فكنت يعني اتمنى وقتها اسمع احساسي يعني، الحمد لله. وش كان العمل ذا هو اللي فيه انا دائم باعمالي يا اخي، في عمل طلعت قبل فتره لك؟ ايه دائم ترى باعمالي يعني اكثر شغلات الحماسيه فهمت علي، لازم نرتب قبل اعطيها موهبه شوي. لا يا اخي ايش اسمه ذا يا اخي اللي فيه مده صوت قوه دانشوغي دان شوقي، والله هذه يا اخي فنان الزبده، قال لك صوتك جبلي يا اخي، صوتك بدي كل جبل، عيون الطيب ها يبحر منو يبحر يعني احس تقول لي يحبك، قلت الله يطول عمرك بس طالع يعني يبحر، يلا تمام يا والله شوف واجد ما تخيل الصدق واجد يعني زينتك تنزل يدي ابن عمي لي تصورني، ابي مشاهدات ابن عمي لبيك يا اشكر من صراحه البنان والله عزوك يا عمك، وين بالله من بقى من العيال اتمن بالنجاحات قسما بالله يا قست معك انه ما يمل، ونودي نسولف لكن نذرن علي العيال انهم عند الباب، واني كنت بقفل اصلا بس شفتك ذا قلت خلني بقى استاذن منه ومنه اسلم عليه وناخذ بعهد باذن الله بيننا لقى حبيبي، ودعناك الكريم عسى ربي ودعناك الله. اهلا محمد، ما شاء الله كيف بالليل تسولف ليه وفيها اثنين؟ والله يا ابن عمي اوكي لا جوني 200 على الحرام يجيني ابن عمي، ترى المرجلك هايده انت اكلت المرجلك. طيب الربع انا بوريكم، خوينا صار تاجر يخاوي امه فهمتوا، وفتح له مطعم في البوليفارد، فتح له مطعم في البوليفارد بيكشف عليك ما هي اصلا، احنا نعرفه بس تغير اسلوبه لا لا حاتم عندنا هذا خوينا فتح مطعم في البوليفارد، وش اسم مطعمك؟ يا ابراهيم يلا ثبت عشان تعرف السلام كذا. الله يحييك، كل حال شلونك؟ طيب كل حال حلو، كل حال اخبارك؟ كل حال كيف الحال؟ عشان شاء الله سعيد جدا بلقائي معك اليوم. دقيقه بس تعرف يعني، عسى الله يبارك لك ان شاء الله ويوفقك، والله اننا سعيدين جدا يعني. الله يطول عمرك يا حبيبي، ما انا ما عندي مشكله، تبي شراكه؟ لا لازم تصير علي بكره شراكه، ابد اللي تبي وانا اخوك ابد، تم محلك وحلالك طال عمرك. لا لا اي والله محلك، لا 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 ماجد بفلوس بالله لو سمحت قدامك شارك بس قيمه الجيكيت واذا ما صملت المشترى الاجار الله يهينك. افا ابيض العلف معلمك حبينا الجيكيت علي اشريه، الله يقولون يا ولد الجيكيت ما يسوى القيمة هذه، ورفيدك وانا اخوك بيعطيك الجيكيت بدون عطاء بدون فلوس بدون شيء. يلا ايوه مبروك، الله يبارك فيك. تدرون جماعة الخير بسوي فكرة عالمية جدا، عالمية اسطورية، تحس انك في البرازيل صدق يعني، انت تخيل معي انك تدخل مطعم في تراب وتحس فيه بحر فهمت علي، وتجي يعطونك اكله غريبه لك لو شيء هذا يسلمك الله، اكل مستورد من امريكا، يتكلم عن مو في البرازيل، ليش البرازيل مو البرازيل
امشي امريكا 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 او قصد امريكا شواطئ امريكا فهمتوا ما هو يعني شواطئ امريكا هم امريكا والبرازيل على العموم الفكره واحده والمحل ناجح باذن الله صدق الفكره وشي الفكره سلمك الله مسوي بوكس لاول مره في السعوديه اول مره في السعوديه اي ما قد احد سواها يمكن احد سواها بس انا اشوف انه ما حد سواها حلو حلو اثنين في واحد الفرايز فوق والبيبسي تحت يعني تدري كيف يجي الربع تخيل تخيل معي شو شو مهم مخلوط البيبسي ودا بطاطس الدجاج مع البيبسي لا لا لا, لا, لا. إيه. هذا الكوب وقلن زي كذا حط ماجد كذا واحد كذا يعني ايوه ايوه واحد كذا لا انزل يدك شوي انت اللي نزل البيبسي عندي ولا عندك لا البيبسي عندي انا البيبسي طيب انزل شوي أيوة. لا كذا هو كذا تخيل انك كذا الربع يحطون العيشه البطاطس هنا ايه ويحطون المزاز هنا تشرب تشرب بس لازم اللي يطلب الوجبه ما عنده لحيه لان جاب يشرب لا عنده العرض وشو تاخذ لك وجبه في عنده اللعبه اللعبه دي سلمك الله حق الحظ ليه لعبت اللعبه دي يا تربح 100 ريال ولا تربح فلوس تعطوني اي نعطيه انت فلوس 100 ريال من 100 ريال الى 1000 ريال عرفت او تيكت وينتر جاردن تيكت بوليفارد خصم 10% انت في بوليفارد الجديد وورد اي اي في زون اسبانيا انا ما صراحه الفكره ما عجبتني بعدين الاكل يا جماعه تاخر اللي يقدمونه لك والله حلو الاكل مستورد ترى بكره وش جمعه بكره احنا عندك ابد باذن الله اعتبر المحل محلك مره احنا بكره عندك والله لو اوريك يا جماعه تاخر شيء اسطوريه فكره اسطوريه بعيد ان الشكل اللي قاعد تشوفه صراحه ما يجيب له شيء نعم ما يجيب له شيء لا لا انا صراحه معجب في الفكره الفكره اقسم بالله اسطوريه الرجال يكفيك انك تمشي في شاط على تراب تحس انك في شاط لانه وش يتكلم على هويه شواطئ ميامي جايب اشياء كله جايب ميامي يعني جايب ميامي نيمار برازيل ما انت ابي بس لك شغله في البرازيل ميسي 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 في ميامي ميسي ميسي طلع عمر صح صح هي شواطئ افلام تبع ميامي شواطئ ميامي انت يعني حاط حتى الافلام حاط الفيلم من افضل افضل مسلسل في ميامي سكير سكير هذا المعروف قصته وش علمنا وش سكير سكير قصته طويله والرجال مو بحافظها الحين ها خل بكره نفس الوقت ذا يجيك قصته طويله ايوه عسى الله يوفقك يا حبيبي يسعدك ان شاء الله يرزقك يا حاتم عندك بكره حلو ابد مره بنجرب اكيد كذا بس حلق لحيتك قال لك ولا جم مقاط لا لحيتي شويه جم مقاط عشان جبت تاكل بطاطس لا لانه هو اصلا تشفط المزاز طويل لا والله فكر شو اسمه الاضاءه زينه صح لا بالله فكره اسطوريه حاتم والله فكرة اسطورية لا والبوكس يا احمد ترى تقدر تشيله معك وتتمشى يعني هذا حلو هذا ايه والله صدق ميزة حلوة يا اخي ايش اسمه ايش اسم المطعم ميامي ميامي فرايز ميامي فرايز ميامي فرايز فتكتك صح بالله بحذر عنه والله فكرة جبارة يا جماعة خير قسم بالله فكرة اسطورية سبقتني الله يهديك ها كلنا بالله الصراحة كلهم كلنا كل ابونا بنروح اي مجانا اكيد ابحث والله حلو مره مره الفكره جباره جدا بس ادري وش المشكله يبغى لي طول عمر ذا حاتم الطائي وش اللي حاتم الطائي طول عمر حاتم طواري يبغى له يا ولد بيسوي ما يحتاج مره شفت المطعم ازله مره احنا اخوياك ابشر بسعدك نجيك يوميا وانا اخوك وعلى حسابك تستاهل والله اهم شيء الوقفه يا رفيق نعم يحتزم 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 مره بس يكثر بطاطس ها تكثر بطاطس اي والله تستاهل يا حاتم ومنظره ومنظر حلو لا منظر حلو لا اسطوري جدا ايوانه حلو وين وين حاتم بالله عندك المقطع ابوريك ابوريك ما احد بيروح للبوليفارد يمره والله يا رهيب جدا يا رحيم ورحيم ارحب يا حبيبي مرحبا والله هلا هلا بحاتم شغال البث اجل ها شغال البث قاعد اعلمهم عن ميامي فرايز الله يطول عمرك والله ميامي اشكرك اول شيء على الفكره فكره جباره طبعا انا ادري لازم انا اغير النبره لان اللي يتابعونك كلهم تجار وامراء وزي كذا فهمت علي؟ هذا هو صراحه انا سعيد جدا تواجدك عيد المقطع اسمع عيد المقطع عيد المقطع وانا بسوقه على اني ثقيل فهمت لان كل اللي عندك فهمت علي اخوياك كلهم تجار وامور فهمت
طبعا يا جماعه اسمعوا انا بسوق عليكم على ان الحين الوضع شوي يختلف اسلوب. فالله يحييكم صراحه للامانه يا جماعه الخير مثل ما قلت لكم ميامي برايز رهيب جدا. والله ما سهل. يا هلا بحاتم. يلا حييه. انت شغال البث اجل ها؟ قاعد اعلمهم عن ميامي برايز صراحه. فكره جديده فكره جباره. صراحه اشكرك. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. التجديد دايم مطلب في السوق. عاد ناقص وجودك بكره باذن الله. انا مثل ما قلت انا بكره باذن الله لازم تسير عليك لان قاعد اشوف شيء رهيب جدا لازم واحد يجرب. الله يرفع قدرك. اي والله حيم ان المكان يتبارك وجيت. ابد وانا حاضر. تبي شريك؟ ابد ابد تم موافقين طال عمرك حبيبي. بالنسبه اللي تبيها بعد اي عرض مغري ها. اي لايك ات. اسمع ماجد ليتس دو ات. كيف مو راكب عليك ابد؟ الله اكبر الله اكبر. خل ما وراك من علي ابد بالله في ذمتكم. لكم مو بالجكيت. لا لا أشوى. لا احسب اني بخرب بيعتي. اي لا 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 أشوى. يعني الحين انا صدق واضح اني يعني ملك. انا اعطيك ملك غير ملك ما اعطيك. الله يسعدك ويطول عمرك. لا. وعلي الحرام انك كفو رجال. شوف. واسمع ايوه شوف يا جماعه الخير. الله هي هي. ماجد ركز. شوف شوف ركزوا 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 على تشوفون. شوفوا 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 بالله يركزوا يا جماعة. أنا أدري أنكم بتحبون الشيء الزين والنادر. في ذمتكم كيف يا جماعة الخير؟ في ذمتكم. لا وش الجكيت؟ مصامح الجكيت. شوف الفكرة بالله بالله. شوف هذه الفكرة اللي نعلمكم عنها. شوف كيف المشروب تحت اللي فوق وش هو؟ دي آي لحم بالعسل ستيك. لحم بالعسل؟ ايه. يا حبي اللي حبه. ما قد احد سعودي سوى لحم بالعسل فرايز. يعني لحم وبطاطس وعسل. المطعم المطعم دخول المطعم لحم وبطاطس وعسل. حلو. ما قد احد سوى. عشان تدرون عشان تدرون عندي اخويا عنده افكار جديده في السوق. بس هذا تحذير لاي تاجر في السوق. للناس اللي ما يعرفونه. ايه للناس اللي ما يعرفونه. ترى عندي اخويا حقين افكار. واللي بيخاوينا عنده فكره حيال. نعم. لحم وعسل احلى والذ حاجه ممكن تذوقها اللحم والعسل. اللي ما جرب اللحم على العسل مصيبه. هذه في ناس يعني في ناس اعرفهم صدق ترى في ناس تحس يوم تقول لحم وعسل ما يدري ان اللحم على العسل لذيذ. وعندنا الصوصات مستورده بعد. بعد ليه؟ كل شيء مستورد. كل شيء يخص في المحل مستورد. تنب ربعنا هنا يجيب لنا بعد شيء. لا بعد وجايبين كولا ان شاء الله بيتوفر بعد اسبوع. لا الحين تشربون لبن. كولا بالكرز. اه كولا بالكرز. ممكن تشربون لبن. في ذمتك. هذا معروف في امريكا. لو تنش خوالكم امريكان. كولا بالكرز. انت كولا بالكرز. ما قد جربتها؟ لا ابدا. انا اشوف احس ان غزيات كذا كولا بالكرز. اكيد. كولا بالكرز. من طرف احمد مجاني مو بخصم. لا لا يا ولد علي الحلواني يا ناس ما عندهم واحد اثنين. اسع اسع يمزح يمزح الربع يمزح الربع يمزح الربع بدون خساره. يا بالله ما ودنا نخسرك. اللي من طرف احمد اخذ فلوسهم عطناهم. طيب على كيفك. هي اللي من طرف اخوك يدلع ويعطى اللي يبي. لا اللي تقدر عليه ما نبي نخسر دونهم. هذا اللي ابشروا بسعادكم. دونهم واحدين ما يرضى عليهم شيء. اسمعوا يا حباني ابغى يجيني كف. انا ابغى تنطرد. سلمت. لا لا معليش معليش هذا الخصم اللي من طرفك ابو الحين. الله يبيض وجهك. 10% يا حباني 10. تكفى غير انجليزي فهمت علي واكتب عظماء بالانجليزي. ابشر ما طلبت شيء. ها شوف التصميم يا حباني. حاتم يقولون انك يقول 10% ما تكفي. ابد كم تبي بس اختار النسبه اللي تبيه وابشر. والله يا ابو الحين عطوا 15. اختار النسبة اللي تبيها. 15 كجار غالي. 20 30 الاجار في البوليفارد غالي. انت غالي يا ابو رحيم واللي معك غالين كلهم. اختار النسبة 20 اللي تبيها. 20 مناسبة 20 وادي 15 15 ما ودنا والله. والله اختار النسبة اللي تبيها. خسر خوينا شايف فكرة. والله انه رفيق غالي وجايبني ولا جايبك صدق. والله انك تعب 20 قوية 15 الربع هنية. اختار النسبة اللي تبيها. الربع هنية قالوا 15 انا بلا 15 وبيض الله وجهك. تم والله مره ابد اللي من طرف احمد رحيم. الله يهديك. ابشر بس عاد والله. احد بيروح للبوليفارد بكره يمر المطعم المقطع المطعم يا الربع المقطع عندك يا ولد تدخل تحس انك صدق يا ولد يمينك ويسارك بحر. تعال بشورت انت بقى الله ما موفق. انا داري الله ما موفق. ليه؟ جش اوه
هذا اللي برا. شوفوا 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 صوت حريد. شوفوا شوفوا يعلق عانوا عانوا يمكن أهلا من الأبيان عبد المجيد سرحان تقول من سلاح فنين يا لا تخطي لا تخطي شيء صح نينجا قوي صح والله قويين هذا الصباح تعالوا والله غلطة والله تعبان على فكرة الشغل ترى تدري عاد والله يوفق 9 شهور انا اسويها اي ورب الكعبة والله جبت شيء حلو ما عندك فتحة افتح مشرف على البلفارد موجود شو انك لحقت موجود يمدي والله لا تعطي ركب نفهم انا وجمهور عن طماع اللي قلته موجود بس انت تصمل انت اي حرمني صامل تصمل انت اي والله اني صامل خلاص علم كيف طلعت عليك هالفكرة صد كيف طلعت عليك فكره دائما يسافر برا والله انت ايوه وليه سافرت خبر لازم اسرق افكار ايه واطبقها في الرياض ما شاء الله لا فكره ناجحه والله لا بد افكار تحتاج تطوير انت ما شاء الله طورت الفكره هذه وصارت ايه. من التوب ما شاء الله طورت على السقاره ذي السقاره ما يدخن يا ولد يا ولد لا بس عجبتني الا هدي هدي يا رجل تراني انا موعدهم الرد كم الرد اتخلك راعي معدات راعي معدات الرجال عندك راعي مطاعم والسفريات خالد انت ما ادري شلون بتروح صراحه كيف دخلت تريل وكبه التراب صح خالد التراب من ميامي خالد صدقني لو يسافر الفكره غنم يستورد عارف انا عارف ايش قال يعني لا 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 صدق صدق والله لا لا صدق صدق والله سؤال حلو التراب من جايبينه مستورد جبت من وين مستورد ميامي ميامي جايبك تراب من ميامي حبيبي انت شوف انت بتجي بكره يطلع عمره بتشوف التراب كيف ابدي ان شاء الله تستغرب في ذمتك مو نفس التربان اللي عندنا ما شوفوا عشان تصدق بس ما والله ما انا مكذبينك يا حاتم علي شوف انا عجبتني اندماج الالوان صدق لا لا حبيبي انت تخش المحل اول ما تخش المحل يتكلم عن هويه ميامي صدق تابعت انا اي والله ترى صدق كل المحل قسم بالله انهم تعبانين اقسم بالله اني شايفه اقسم بالله اني اتكلم من جد فهمت علي الوان لاني انا عارف حاتم ما يجيب الا شيء الله يطول عمرك والله صحيح والله العظيم والله يستاهل والله ونعم عندك محل صدق قريب منكم اي ان شاء الله يمكن بعد اسبوعين كذا بفتح فرع في الملقى نفس المطعم في فرع ثاني ايش ما تفتح في مزحمية يعني كري والله في محل ما ادري عن مزحمية ما اعرف المواقع انا والله يا اخي رد من الخرارة طيب بلي مسرة والله اقدر ابد تم والله اقدر بشوف لك محل وبشوف لك موقع زين وابد كم ما عليك ما لا تشام لا تشام الدرام همك الدرام يا ابو الحيمن هل في خصوصية شوي مو بالحين تسأل والله انا مع الربع ما في خصوصيه انا اقدرهم جدا وانا وياهم شيء واحد وعلوم علومي انا يعرفونها احمد هم الدراهم احمد بدك تعطي كف عند الدراهم لعب حلاوي يا عيال لو حسب قيمه الحلاوي اللي شراه ببني بيت 5000 5 يا اخي انت 5 10 يوميا هذا حلاوي يا ولد اي يوميه 5 10 يوميه حلاوي انت ابوك وانت صغير ما يشري لك حلاوي الحمد لله على كل حال اقدركم ناس ما تنتهي فترة من كثر ما اكل حلاوي جينا مقرطس خلاص قال حلاوي الله يسلمك اي لايك ات مشكلة ما ادري جاني حلاوة جاني حلاوة تزيد حلاوة على الحلاوة جاني حلاوة من اللي اعطاني حلاوة؟ من اللي اعطاني حلاوة؟ لا تاكلها بس لا تاكلها ترى فادي هنا انت بلا من اللي اعطاني حلاوة؟ الله يسامحكم انا بس عشانك حلو وتزد حلاوه يا ولد يجيك شيء ولا شيء والله الصدق ما قلنا شيء والله خايفين عليك والله ابو رحيم ما صرف اليوم 5000 الظاهر يجيه كثر والله لو اني ولد مدري والله العظيم انك تلعب بالكعب انك تصرفها يومي ما
وانك يا ولد اعوذ بالله. يعني جلسة مصارحة، جلسة مصارحة انت مسرف ادمي. يعني توقع تدري ايش تقول ابو رحيم؟ الله مرزقني ورزق غيري. بس مو يا ولد ادمي اي شيء يجيك مع فلوس، اذا ما جلس اذا ما شفت جالس كذا ادري مع فلوس. ماز عزودك مش شعر بيته ولا مرنا بقاله 700 ريال ما ادري ليش 700 على طرقنا 700 ليه؟ ما ادري عليش. ما تدري عليش كذا كذا والله العظيم زي كذا ترى عاد ماني بخبر ابو ابراهيم كذا والله انه عبر من كذا والله العظيم تمسك راسك صادق والله تمسك انا احس انه احيانا بعد اذا ما لقى شيء يشتريه ينطل فلوس يمشي بس زين احس انه كذا زين انت تخوي تبى شيء قل اخذه بكره بنروح مع ابو الفارق تروح مع الحرام بس اشر بس احمد ابي هذا الربع مستهدفينك ترى بكره لا شوف هو يدري انا اخوك شوف بروح معك عند ابوي ما عنده عارف انا يمكنك انا اخوك شوف انت كريم اسمع هذه من محبه من يوم من كريم وسراف ايه من محبه انا لكم الكلام انا جلست يعني صدق جلست معكم عرفتكم اغبياكم اسمعوني صدق انت تدري من هاك الايام من ايام الطفره وانا اخوك وانا اجيب الغوار ادري من ايام الطفره مشكلة والحين والله ما بطر والله لو نبطر علي الحرام شوف اخذ الكلام انت كيف تبطر يدك هذه تمد السرافة كل دقيقة كيف تبطر يبالها قطع هذه بالها قطع هذا حلها قطع ايه يعني ايش اسوي طح شو تسوي سلمني السرافة لا تشتري حاجة ما تبغى لا والله لو تسلم عزوز اخوك السرافة اهون لا سلمني السرافة تدري كم يومياتك 200 ريال احول لك 200 يا ولد احول له 500 500 يومياتك غيرها ولا ريال ازود يلا تحدى يا ولد والصرافه مني ها معي دراهم لو تقول ابي 1000 لا 500 بس ولد انت كيف معك دراهم ما معي دراهم انت كيف يجيب منك دراهم احنا ندري الحين ما معك دراهم قاعد تسولف لو معك دراهم كنت تشتري خالد عبد الله خلاص ما لقيت شيء تشتري ادمي لا يعني والله شوف والله يا الربع قولوا لا اله الا الله والله يا الربع قولوا لا اله الا الله والله شوف انا معكم قبل فتره من الزمن اللي مريت فيه يعني ايش ممكن بس الحين لا والله يا رجل ماجي في ميزه ترى طالبينك يا ابو طالبينك ميزه والله ماني مسرف في ميزه حلوة. والله ماني مبين في ميزه حلوه دائما ميزات ركب معي على الكامري مصفره مريت محطه انك انت اصلا لا تمر غير هي مصفره اي اذا ما مصفره لا تمر ما يتعامل 50 والله تجي ادعس ما يتعامل 50% فول هذه والله ميزه حلوه صراحه والله قسم بالله ما حد يدري لا كل يوم مركب مع واحد من عيال كل يوم واحد ياخذ والله إيه؟ لجل الكلام الصحيح إيه؟ زين إيه؟ اني رجل إيه؟ ما حط الريال اللي في حقه حو انت تحط حقه وغير حقه والله كله والله. ما لقى شيء في حقه لا حط في والله لو تكلمت قبل فتره من الزمن معكم حق ممكن إيه؟ ياخذ لي اشياء تافهه إيه؟ ولكن لا والله لي فتره طويله يا عيال والله لي فتره طويله يا رجل والله دقيقه والله ترى هذه دايم احنا جالسين استمتعوا الرب والله ثم والله يلي في مخباك انه مو بلك طيب يا رجال ايوه والله العظيم اللي يتكلم صادق انا خاطر كلنا شايفينك كلنا ضدك تاج حدنا يعني كلنا ضدك لازم تعترف انت ليش يعني خلي اللي معي لي انا بس لا يا اخوي في شيء في حقك نبي شيء وش اللي يا اخو مقصم وش هو اسراف تصرف على شيء اقل سنه اعطوني يا اعطيك اسراف يا ولد وش بلاش والله ما ودي تعطني ايش تبي من اسراف حلاو حلاو ما كمي ما اكلت حلاو خرفيش استاس اذا طفشت لازم اكل يا ولد ما تكرش لا راح معك احد يا بحاجه ما تاكل عدو اغلط ها يا ولد اكرش يا ملش انت مجمع لك فلوس تجلس سين سؤال وين اجلس تجلس مكانك تمسك الرقه ولا فيك حاشه عني جالس فيك حاشه وانا معي دراهم عني جالس خلصت زد شريت اليوم 700 ايش ونفسيتك مرتاح يومك شريت يومك صرفت 700 هذه نفسيه توب عاد قبلها ما ادري كم النفسيه توب طيب ها 700 على وش يلا 700 على وش اليوم خبز وش 700 حبه خبز جاي وحب وحلاو اي الفايده بس كيس رز الفايده هو الشيء اللي بيصبر معنا اللي بيصبر والله قد جلست معكم جلسه على الابذار وحجرتكم وانتم كنتوا 15 رجال ايوه اعطيتكم علومي كل ابوه ايوه وانتم كنتوا 15 رجال ما فيكم احد قال خلاص يا ولد انت ثلاث شهور متخرج جاني تقول صارف 400,000 انت براسك جاني 400,000 وين 400,000 ورب المصحف انها طارق المليون
لا لا بعد 3 شهور جايني مو بقماش ده انا صرفت 400,000 مبسوط يصبرني كذا صرفت 400,000 و400 ما تدري عليش احمد وين والله اني صرفت ما اقدر اقول لك اسبابي يا اقرع بالله رحت خمس دودع ورب الكعبه ما لقيت 10 قزوز انا ما اعرف شيء 10 قزوز اي ما يمر ما يمر وكلها نفس بعض يا تدري ايش لان في قز في الاستراحه هو ماسك السريع إيه؟ وليش يلف وما ادري ويش خلاص يا اخي اشتري قز وهم مو برايح القز والعزب ورب الكعبه انها اربع اي كذا وكلها المفروض نحط في الغرفه هذه لوازم رحلات مكتوب للمرتاح دقيقه 400,000 وش هي والله لو اني اربع يا ولد والله انك صارفه وانت ما تكذب قايل لي انت بلسانك طيب صرفته في حق 403 شهور لا لا انت يوم جيتني نفسك نفسك حتى يوم جيتني يوم يثث البيت لا والله انها قبل البيت والله انها قبل البيت يوم جاني لا لا وهو ما يدري قبل البيت هذا طبعا شيء حاجه اعترف بها بس ماجد كدا. حاجه هو حسبك ماجد من غير اللي ما حسبك وترى ايه في 3 شهور بس اي 3 شهور والله انا في 3 شهور والله قسم بمن احل القسم اسمع 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 والله قسم انا حسبتها ما عاد قسم بمن احل القسم لزعلكم كل ابوكم زين قسم بالله زعلكم بس لا 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 ليش ممكن يقول لك انا صرفت كذا فهمت علي إيه؟ انا صرفت زي كذا فهمت إيه؟ بس ما تدري ايش انا صرفته فيه ما انت ما تدري بعد لا انا ادري يا اقسم بالله اني ادري يا احمد والله يا عيال قسم بالله اني صادق شوف شوف انت تسولف معنا ترى انت تسولف كذا في كتابه كذا قدام مكتوب يا رجال مستحيل هذا نصاب هذا احنا نعرفه رجال فوق كلمه كريم كذا كتابات بالانجليزي اخضر تعرف اللي حقه الكمبيوتر والله هذا مكتوبه قدامك اتفق انت كريم وان شاء الله شوف الكريم معاه لا شوف انا داري كلامكم شوف ترى احنا عشان نوصل معلومه للمتواجدين احمد تخيل هذه عصا لا توريها العصا يشتري ثانيه اسمع تخيل هذه عصا المنطقه اللي على اليسار هذا البخل ايش المنطقه ايش اللي على اليسار يسار العصا اخر العصا طرف العصا من اليسار هذا هذا اخوي تابع تيك توك وشوف انا بالله جوالك شايف تحت اكمل المنطقه اللي في النص على اليمين وش بتكون؟ الحين انا عندي عصا المنطقه على اليسار يسار بخل بخل والطرف الثاني كرم كرم ولا ايش؟ لا سراف سراف مثلا ايه؟ هذا سراف هذا سراف المنطقه اللي في النص هذا الكرم حلو انت رايح جهه اليمين يم الاسراف لا لا تعدى العصا ما اشوفه هذا بخل اليسار بخل اليمين اسراف النص كرم انت رايح جهه اليسار تدري الكرم وش هو؟ الكرم طال عمرك يدفع عند الماجوب نعم لا جاء الماجوب يدفع هذا كرم يعني يكون في حاجتها لا عند الماجد في كرم عند الماجد طيب مثلا ممكن 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 ماجد ممكن. انت عندك كثار اسمع صح هذا إيثار ممكن ماجد يمر في وقت يحتاج انه مثلا دعم دعم فهمت علي حلو. وانا ماسك الفلوس لاني ماسك اللي في النص لا اسمعني ما العافيه فلوس عندي وانت في حاجه دراهم اجود عليها واناظرك وانت زاقه معك لا وش اسوي انت مستحيل تسوي زيك تجي هذه ما نقول فيها انت يا ولد تشطف واحد يبيع جنط شريت لا 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 خليك صحيح ماجد لا لا عاد وصلت المرحله دي انت كريم لا اقول لك الصدق اسمعني لا تقول لي انت اخذ جنط انت اخذ مدري وش انت ايه؟ عد الصحيح بس انت شاري الخيل ولا هو جاك هديه وش لا شاري ليش شاري وانسى وانسى فلوس زايده ما يعني فلوس زايده ما فلوس زايده انا جهزت استراحه طفران هذا اللي اقهر وهو ولا ريال ما هو مو بطفران يا ولد مع 3 ريال مع 6 ريال زين ما يجيب الست ريال يمر يشتري بها اي حاجه ب 6 ريال ويجيك كذا هو كذا وفي حاجات وايد لو بنعدها انا ما ودنا نعدها لا عد 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 لا الخيل واحده منها الخيل يا قلبي خل الخيل لا 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 الخيل انا مجهز استراحه مخس يعني متكلف مبلغ وقدره واجب ان يكون في مكان حلو جدا تصوره شراحه تشوفه وفوق ذلك طال عمرك يقول الخيل تدعي صاحبها بركه صح هل الله يبارك اي هل في خطا يعني انت بتختلف معنا سين سؤال انك كنت فوق الكرم بمراحل شلون فوق الكرم يعني انت لا انا الكرم في شيء الكرم كريم صراحه ما اسمي كرم اسمي اسراف انا انت شوف كريم بس انت متعدي مره مره يعني فوق تك هذا اسمه اسراف ما اسمه كرم اسراف شوي خلوني انا وياه الحال اتفاهم انا وياه هذا يسمى اسراف وش اسرفت انا فيه؟ انت يا الشيء اللي في حقه هذا كرم، الشيء اللي فوق حقه ابي انا يا احمد الرحيم وش اسرفت فيه؟ ابي اسالك سؤال، انت لو انك ما تصرف مصاريفك
كم ممكن معك؟ الحمد لله. إيه وايد. طيب. واجد. إيه بس ما أنت في خير الحين بس إنه وش أقول؟ لو عطوني لو ما صرف بقول لبى كبدك ابدا فيك ركزوا معي يا عيال 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 ركزوا معي ركزوا هو الحين لبى كبدك وكبدك عيال ترى صدق والله الله يعينكم اسمعوني 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 صدق والله يعين ترى هذا مواضيعنا دايم زين الاول حاجه ترى العيال يوم يتكلمون بالكلام ذا زين حنيه ولكن انا ضدهم انا ادرك جبل انا ادرك جبل عشان انا بس اوضح للاكثر موجودين انا بس بعرف احمد الحيم الان ممكن تعددوا لي وش اسرف فيه احمد شاري 3 مواتر في سنه يبدل ياخذ وين 3 5 5 يلا ها يلا طيب شريت وش جاوب شريت لكزس وشريت رنج وشريت اليخت هذه طيب وقف عندك يلا بسم الله لكزس شاريها 160 وبايعها 120 اي كذا هو خساره 40 يربحك ادمي سمح سامح بيع أخد... بس بيع بيع ربا انا يا اخي ما تشتري مو ادري اشتري ليش بعت... ليش بايع عليك الجيكيت طيب بيع ابي اشتري منك برخيص لا صدق اللي قهرني الليكسس 160 وبيع 120 طابت إيه عادي وقف شوف طابع وقف بس وقتها مع احد وقف مع احد وقف ايش كان عنده خلك من ذي اخذت الرنج صح إيه. والليكسس كم مره طببته جلستوا شهر وشهرين وش قلت لكم يا عيال قلت يا رجال انا محتاج دراهم بيعوا صح. أنا عندي دراهم سيولة لازم تبيعون بيعوا لو تبيعون بريال أنا بدراهم صح 40,000 يا أحمد يا حبيبي جالسين شهر في المعارض 40,000 خليها يا حبيبي السوق نازل مثل الأسهم انتظر لين يرتفع ما معي فلوس محدود هو محدود مخنوق في عامل وراي قل له الله والله لا انتظر قل له الله في عامل وراي يقول ولد مسك الله بخير أنا تعطيني دراهم ولا إيش أسوي في مصادر ثانيه تدبرها اي مصادر انت مريض ايوه دقيقه يا سلام عليك يا عيال والله ما في ما دورت انت اقسم بالله في بس انت ما دورت لا لا ما ابي انا اخي يا اخي انا ما ابي اروح اكلم فلان اعطني دراهم ما ابي انا لا لا هو ما يكلم احد مو ما وصلت انت للمرحله هذه ان شاء الله ما راح توصل لها زين لكنك مقدر يا احمد لو تجيب الثاني وش لو تجيب قران عشان اقطع الكلام لو تجيب قران زين انا مستعد احلف انك ادمي فوق الكرم بزياده يعني ابي اسراف ثاني شوف في اعلمك الاسراف اللي قلت يعني الاسراف اللي مره يعني اهانه للفلوس لا ما عندي بس انك تبقى مس ولد انا انجلطت مره يا رجال قد مره انجلطت علي جاي استراحه جايب خرافيش ما معي قطه علي يوم بس عشان يجيب ماجد 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 علي يوم الرنج الكفر جديد هل تمسك قال الكفر هذا مو بعجبني علي الطلاق انه جديد مر هذا قال اعطني يلا و4,000 الكينج على كفر وكفر هذا كذا ما لانك ما طلبت شيء ولا عندك مشوار يصرف فيه لا ولا... اي ما في شيء يصرف قال خلني احطه في الكفر اي لا 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 غلطتك ما عندك شيء الكفر وقتها بغيت اقول عطني 4,000 يا مسلم الكفر وقتها الكفر وقتها كان سددت عيال واحد يواجهني عشان اعرف ادور عليه كلنا ضدك طيب خلوني يا عيال واحد يجي يواجهني يا عيال عشان اعرف اتجادل معكم يلا الكفر وقتها وراي خط والكفر ما غيرت من يوم شريت الرنج صح ولا لا يا عبد المجيد سرحان صادق طيب ليش الحين تقول الكفر ما عجبني بس جديد لا ما هو جديد احمد 4,000 لا ما هو جديد احمد يا اخي كبر انا ماسك الخط هذه سلامه إيه هذه روح انسان يا اخي انا صادق. بمسك خط للمدينه المنوره والحايل اركب لي على كفر تعبان صادق احمد بس انا ايش قلت لك احمد انت قد مريت محل ما شريت لا لا شوف نعم وش المحل والله واجد انا واجد شوف بعلم انا اروح معك احمد 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 انا اروح معك واحد يواجهني يا عيال ماجد 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 وقتها يوم بنمسك المدينه صح احنا مستعجلين وش قلت احمد قلت احمد عطني موتر ابو اروح الغرابي والله لن اتقلك كفر اقل شيء ب 1,000 و 8,000 قال لا لا ما في رنج انت رنج مستعجلين انت عرج بوف والله لن اتق يا ولد اخذ كفر احمد يمشيني 3 سنوات ولا اخذ كفر يمشيني سنه 4,000 يا ولد فرق بدا صح. ربني يبسي جنب الكفر لا لا انت زاحف ليش احمد اشري ابو هذا اشري 4,000 وش يا حبيبي ليه 4,000 ليش يا حبيبي انت ما تعرف طيب الثانيه الثاني انا لو اطلب حبه مويه جبت كرتون صح هذا تابعك المويه لان بنشرب مويه صح اطلب بالله عطني معك دكسيات 7,000 كرتون ما يجي كرتونين لاني مشينا اسبوع هنا يا حبيبي من قالك مشينا اسبوع ترى ننطلع قطاوه شهر ياخذ هنا والله يطول كويس يا اخي طيب ليه ما خرب اخي ما خرب ايه ما بقاله احنا نبي كرتون واحد مليت الثلاجه نعمه يا عيال نعمه والله نعمه الثالث كل شيء تدبله اي حاجه تنطلب منك تدبلها صح ولا لا لا صادق احمد في هذا دبل صح ولا خلاص
تخيل اجيب مثلا خالد ضعيف يبي جلكسي وخلص الجلكسي. لا لا انت ما تجيب كذا ولا تجيب زياده يعني ولا تجيب دبل ولا ثري يا احمد انت تجيب تريبل يا اخي الشهر هنا وانا اخوي الثالث يجيك ثالث ما ادري مره متعشين حنا لحاشي باشا موقف عند الباب ايه طيب حنا متعشين يعني لا انا انا ما تعشيت نبي ننقنق انا ما تعشيت قل يا ولد اقسم بالله ما تعشيت اقسم بالله ما اطلب عيشه مطعم الا ان الرجال طال عمرك يجي جوع مش كيف طيب تاكل قطتين يا احمد انت تنزل لك محل تبي لك حاجه تلقاها تاخذ منها ثلاث حبات زي كذا ممكن تخلص يا اخي ليش تخلص تخلص منك انت بس لمو من اللي زيك ما تخلص ولد خل خل في رمضان في رمضان في رمضان رايح انا وياه وياسر مره المحذا مزحمينيه وياخذ الدرج ذا ب 900 ريال وياخذ القز ب 900 ريال وياخذ مزج قال بنحطه في الحوش نبي لها جلسه عصريه محتوى وعليه الحرام عشان ايش محتوى هذا شبيه يستاهل يا يستاهل والله ما استغلنا لا لا فيها شوف شوف هذا لا لا شيء بس ما صورنا المشكله فيها لانكم ما اعطيتوني نعم لاني شريت الشيء هذا قلت عيال ابي محتوى في رمضان والفرشه ب 500 ريال والفرشة سحبتوا علي يا ولد انا عارف والله بس دقيقة وقف وقف يا خضير وقف يا خضير والله وقفك عيشاتكم الحين على وش تطبخ؟ على القز على القز نفس اللي شريته صح؟ طيب يا خضير الدرج اللي شريناه على وش الحين شايلين وش؟ شايلين صحون المطبخ صح؟ درج طيب وين الخسارة فيه؟ في البداية خسارة ابطتني ثم تلية طيب وش عندك انت بعد؟ يا ولد انا اتكلم انا ابي اسباب انا رجال عندي اسباب انا لا اتكلم انا اشوفك هذه وجهة نظرك انا ابي سبب يا ولد انا اسالك من يوم اقول لك اي حاجه يطلبها منك شخص تعطيه الدبل 3 4 الحمد لله يا اخي نعمه من الله هذه الحمد لله والله معطيك طال عمرك دبل حاجه ايوه هذا اللي انا اقول لك انك إذن انا الحاجه اللي دبلها اعرف انها ما هي ضايعه حلو ما هي مطشوشه طيب انا ترى عندي شفت كيف اقسم بالله انا كيف احمد انا اقول حاجه اهم حاجه ترى انا عندي النعمه اهم حاجه صح زين اذا انا دبلت الحاجه يا اخي الجلكسيات ممكن تجلس في الثلاجه شهر شهرين يا اخي نعمه يا اخي نجي الحين جينا قهوه شوي لو جايبنا الجلكسيات والمعمول صح حلوه نعمه حلو يعني ما في اسراف انا اتكلم في كل شيء احمد انت تنزل تبالك ثوب تبالك ثوب تاخذ 6 ثوب تبالك لاني انا انسان ما البس الا ثياب اي بس انك المشكله بعد شهر تاخذ 6 ثوب لا يا ولد يا ولد ارجع بيت الغرفه ثوب يا اخي لازم تطلع الغرفه ذي فيها 5 ثياب من طوله يا من صار ضيقه والمهم على شكلي زين وطنته هذه تعتبر ديزاين لا لا انت المظهر الجميل بس بس انت اسمع مع الشخص اللي يقول لك لو في قران حلف بس يعني لبيك انت فاصل هذا ما شاء الله الله ما شاء الله شوف البوكس كيف والله انه كبير ما شاء الله هذا المشروع هنا المشروع ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله والله انه كبير ايش رايك علي الحرام انك هذه صح الحاله يعني ذا كله كولا 220 جرام كبير بعد وجبه كامله ترى ها وجبه اقسم بالله اسطوريه اقسم بالله اسطوريه انا احسب تدري عاد اصدمك شيء احسب انه صغير في ناس تجهل الشيء ذا صادق التصوير شوف كيف التصوير هذا هذا 220 جرام واكسترا وجبه يعتبر ما شاء الله علي الحرام انصدمت والله ما شاء الله والله حلو الو عاد بكره ان شاء الله باذن الله الليل شو عاد بكره نشتري المحل كله احنا شو يا ولد الغريب ان الاذان ما طلع فيه هم مكبر احس مكبر لا هذا بالواس نرجع لنقاشنا والله لا. اقسم بالله يا عيال احمد بالله شوف انا اطلبك طلب تدري وش هو سلمني السراح ها الله يلعني يا شيخ تجلس زين انت في البلد خلال 6 شهور اني يا شيخ املك لك تمشى وانت تاكل والله في بعضها لا بعضها تطلب المده 6 شهور ها هذا خلال 6 شهور مالك هذا حالاتي تمشي احمد عارف حق عارف حق المثلث اعتقادك انك في وضعيه دفاع وحنا في وضعيه هجوم حق البطاطس لا 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 خليها لا تتكا ولا شيء ولا تدخل خلصهم بس عشان عجبتك تقول في السياره انا ايش اقول تقدر تمشي به تقدر تحط السياره كل شيء هذا والله حالاتي صدق زي كذا بعضها لا لازم تتوقف تاكل هذا لا تاخذ سفر وتمشي وانت على ممشاك في التمشيه وتمشي طال عمرك المحلات والله حلو والله فكرتك حلوه الله يرزقك حاله الله امين ايش قلت ايش قلت يا صدام قلت ما اخذ وضعيه الدفاع حاطنا احنا في وضعيه الهجوم لا تاخذ الوضع كذا طيب حتى لو انه مخطئ اقسم بالله اسمعوا حتى لو انه خطا ابيكم شيء حاول بس تلاحظ ابيكم ابي بس الحين هذا انت وكول بغيت تشتري جاكيت مستعمل تبي تشتري ما لقيت شيء تشتري عجبني يا اخي يا اخي ليه يا اخي يا اخي عجبني يا اخي كل شيء بيعجبك في الحياه اسمع على كلام سلطان بس حلو انت تقول انا ايش وضعيه الدفاع حاط نفسي قل لي حنا حاطنا مهاجمين كذا قولوا لا اله الا الله انتم خابرين ممكن يتظاهر لكم بعض الامور
زين، ولكن بعض الامور ما تظهر لك. صح. ومستحيل الواحد مثلا ما خاف يا عبد. اسمع إيه. مستحيل الواحد يتكلم مثلا، ولا مستحيل الواحد يقول الوضع كذا الوضع كذا والوضع كذا، فهمت إيه. علي؟ ولكن تاكدوا إيه؟ وتاكدوا إيه؟ زين، ممكن اذا اعطيت الحاجه اعرف ان اللهم لك الحمد. ما تدرون ايوه ما تدرون ايوه وش اعظم الاشياء اللي قاعد اسويه. حلو. لان اللهم لك الحمد انا حطيت مثلا الحاجه هذه، اللهم لك الحمد يجيني يا اخي دبلها. صح دبل. اللهم لك الحمد. ممكن مرات صح. انا اتكلم عن اشياء ما تدرون عنها. اكرمين صادق إيه؟ ما تدرون عنها، فهمت الفكره؟ ولا تدريني مثلا انا ما اقدر اقول لك انا اسوي كذا واسوي كذا واسوي كذا واسوي كذا، فهمت الفكره؟ انا ما ابي اتكلم، فهمت علي؟ ولكن في اشياء انتم تشوفونها اسراف، فهمت علي؟ انا اشوفها يا اخي ما هي اسراف. ايه هنا مشكلتنا، هنا مشكلتنا. طيب بقول لك حاجه، احيانا الواحد في الناس كلها ما يلاحظون، هو يلاحظ نفسه في اشياء الناس كلها ما يعرفون. احيانا انت ما تعرف الناس اللي يلاحظونها فيك. وش نفس اللي لاحظناها فيك كلنا؟ اي بس انا جلست مره في اشياء صح ما حد يعرفها الا والله انا ما اخفيك من رجلي. انا داري ايوه انا بتقول اني احمد يعني. لا بقول شيء لا لا انا عارفكم تكون احمد بس يعني إيه؟ على الموضوع مو بينا. الموضوع يا حباني قد جلست مره معكم، فهمت علي؟ وضحت لكم امور كثيره، وانا احب النقاش معكم على هالموضوع. حلو. احبه جدا. ولكن تبطون اسمع كلامكم. مستمر على الخطا. مستمر يعني انا من من يوم اني من يوم اني طفران يا رجال هذا وضعي. إيه هو ما تقدر تقول خطا. فهمت علي؟ من يوم اني كنت اسمع يعني وضعيه اللي دمار ترى احنا بس انه وضعيه اللي في شيء يستاهل يعني. ما شلون اقدر اخطا؟ ما اقدر والله انه شيء يستاهل. ما اقدر اريجي والله ما اقدر يعني. شوف والله ما اقدر تدفع حاجه نصها حق ونصها لعب. والله ما اقدر. لا شوف ما تسمى لعب بس هوا في الناس جت في ناس. ما اقدر انا احاول. شوف انا مخفيك كماليات انت صح حق كماليات. في اشياء بس بقول لكم حاجه يعني مرات الواحد يضطر يعني مثلا يجي درام يقول يعني مثلا مره الواحد يضطر انه يمسك، فهمت علي؟ بس يحصل بس انت ما تمسك. اسمعني احمد انت ما تمسك يا اخي لا تخش فيه لاني جاك ظرف ما تقدر تمسك. لا تتكلم لي عن مصاريف اسراف. انت تقول انت تصرف هذا وهذا وهذا، هذه خل على جنب. احمد انا اتكلم عن مرات يمرك ظرف واجب وغصب من ورا خشم. الواجب الواجب انت ما تجنب عنه. وش الاسراف علموني كم اسرافي في الشهر انا يا حد احنا ما احنا انا انا اسالكم الحين انت ممكن تجحدنا ما احنا ما نقدر 100,000 والله لو اني ولا لا لا ما ادري من 100,000 جت في حسابي. لا ما جت في حسابك ارجع والله علي الحرام ورب الكعبه لو انك تمسك الفلوس في حسابك يا احمد ملايين يا احمد يا رجل. احمد انت هل انت طيب خلينا نشوف انت قيم نفسك هل انت بخيل ولا كريم ولا فوق الكريم؟ فوق الكريم. هو يعتبر لا ما حد شب كريم ولا فوق الكرم ولا اي يعني فوق الكرم. يعني قصدي مسرف يعني شوي مو لا لاني ما تجي اسراف بين الاسراف فوق الكرم. وشو فوق الكرم تدري وش بين الاسراف وبين فوق الكرم تدري وش معنى كلمه فوق الكرم؟ لا فوق الكرم طال عمرك هذا انسان هايطي. لا انا ما اقول لك شيء انا ما اقول لك هاي لا انت مو بهياط. انا اسالك انا اوجه لك سؤال والله مو بهياط. انا اوجهك لا انت مو بهياط طبع والله اللي قاهرنا صدق الحين انا اسالك غريزه فيك انت تعترف. هو ما يبي يجاوب يدري من يدري ان السؤال ذا في انت بخيل ولا كريم ولا مسرف ولا بين السرف الاسراف لا انا بخيل بين الاسراف والكرم. لا بخيل انا اي اعترف اعترف ما في ما راح اعترف على شيء انا صادق فيه يا ماجد الله يمسيك بالخير. امين الله يمسيك بالخير. امين يا المسرف تدري من المسرف؟ من اخوك انا اعلمك من هو اللي يبطر طال عمرك يركب كل يوم موتر اللي كل يوم في محل احمد رحيم وين وجالس انت لو جوك كذا ايه؟ لو جوك كذا احمد رحيم وين وجالس اما جالس في محله يناقش امور محله ولا جالس في الاستراحه يا ربي لك احمد طيب هذا نشكر الله دقيقه الحاجه الثانيه موتر هذا هو شايله طال عمرك اللهم لك الحمد لله. الحاجه الثالثه يا حبيبي يا حبيبي انا لو اني مبطر صح انت تقول مسرف كل يوم انا في 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 مكان وكل يوم انا في وكل يوم انا في دوله لا والله جوي لا في ذمتي جوي السفريه واستانس لا ايه علمك اترك شغلك هنا ما تقدر اقدر علي الحرام اني اقدر لو اني مسرف حلي طلقني في كل يوم في ديره علمكم انا لاجل الصحيح يا احمد والله يرجيكم ما تدرون يا احمد احمد احنا مشكله كيف استنست في النقاش؟ احنا مشكله وش؟ انا ما اقدر لاحظ الاسراف هذا على نفسك وش عاد على اهلك وش عاد على اخوياك اللي يطلبون يعني كم تصرف في الشهر؟ احنا بس نلاحظ اللي في نفسك انت يعني في اشياء ما ندري عنها
صدق تقريبا تقريبا يا رجل والله ما والله مو بال والله ما يطري على بال الشيء زين اللي يشتري ما يطري على بال الشيء لو ما معه الا هي اخر شيء اخر حاجه معه وطرت عليه والله اني اشتري ازودك من الشعر البيت والله العظيم اني اشتريها طبعا ماجد ماجد لو ما معك احمد الا ريال ريال نعمة بغيت مويه هذه نعمة من إيه بغيت مويه اكيد بس مو عشان اشتري لا مو مويه بعد عشان اعيش وبغيت لك حلاوه تركت الريال روح ماجد ماجد كذا طبعك صح ماجد ازودك من الشعر البيت الحاجه اللي احبها بيها اللي تبيها ايوه هذا من يوم من اول انا احبه قبل الشهره قبل الشهره اخر عيد معيدين في القوعيه المهم يطري عليه قال مشينا عيال وين اركبوا سقى يا حبيبي على الخبر جايه دراهم ما ادري منين جيته المهم نروح يا حبيبي على المنتجع المنتجع كم يومه ب 2000 ريال اول 2005 طرق يلا شوف يا ولد انا اقول في الاستراحه مبطي مبطي في الاستراحه مبطي مبطي يا ولد قدام حتى ابغى يتوظف داخل علينا 511 مالي يا تحيه لعتاب الهيله تحيه واجلال لهذا الرمز العظيم ما تحيه واجلال ارحبوا عصاير يد مليانه بسكيت عصاير جايبها من البقاله قطه سحور ما معي من الكرم دافع هذه كلها جايين تربط اي والله مع ناس مع ناس جايين ما شروا هذا اللي نشريه يا احمد والله اني ناس جايين ما شروا اللي نشريه جايين محتسين انت جيت طخ 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 شفت هذا الكرم اللي يعلمك عنه ما تداني تجي الناس وانت طبيعي مثلهم لا تبي تجي من فوق الناس لا 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 ابن عمي انا اعرفك لا هذه لا هذا طيب ترى مو لا 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 بقول شيء لا في ذمتي لا في ذمتي ما ودي اكون قصدك وشو لا لا مهم مقصد ايه. انا اقول انت تجي دائم يوم تجي انا اشوفك دائم تجي لينك من فوق الناس انا بعلمك حاجه من يوم انا استانس شوف انا دائم انا اسمع اسمع انت بتقول لي يا ماجد وش تحب تحب الرجال الطيب ولا تحب الرجال الكريم ولا تحب الرجال الشجاع لا والله احب الكريم الكريم الشجاع بس لا لا احب لا انا احب انا بقولك شيء بقولك شيء بس دقيقه بس في حاجه واحده انا لو جاني رجال تعرفت عليه حلو كل عذاريب الدنيا فيه بس انه كريم احب يخفي عيوبه يخفي عيوبه هذه صح هذا معروف هذا شيء معروف كل هذا طعم احمد احمد تخفي عيوبه كل ابو ترى الموضوع ذا سؤال الفنجال اللي يقول لك لو تصب قهوه قدامك كريم وشجاع من تعطي الاول؟ لا بعطيه الكريم كريم وانت يا حاتم كريم ولا شجاع؟ والله كلهم يتنافسون والله كلهم يتنافسون بس من بتعطي اول؟ ها؟ ساكريم من بتعطي اول؟ والله ما بندر جوالي اربعه بالفنجان جاوب مع شحن متنقل الكريم حاتم مع شحن متنقل جاوب يا حاتم من تمد الفنجان من للكريم ولا الشجاع؟ بنصلي بنصلي يلا انت وش اللي في راسك؟ جاوب والله كلمة نفسها فنجال بس من عمرك معك فنجال قهوة تمد على الكريم ولا على الشجاع؟ لا والله على الشجاع الشجاع وانت والله الكريم أيمن واحد لا واحد من أيمن واحد اختار اختار الحين بك تختار اختار الكريم اختار الكريم نعم وانت شوف أنا أقول إن الكريم له محبة من الناس كذا سبحان الله تحبه حتى ايه؟ لو إنك ما استفدت من أي شيء بمد الكريم من محبة حلو الشجاع له علمها الطيب ولا تفرق شوف انا بقول انا بجاوبك الشجاع في الزمن ذا قليل ما يفيدك لا لا مو بقليل في ناس لا والله في بس انا ما يفيدك في الزمن ذا الشجاع لو انه في الزمن اللي قبل بتمد له زين ايه لانه هو اللي يكسب انت ما ذكرت النقطه هذه انا بعلم انا بعلم هو اللي ينفع بندر جوالي يا بندر شوف قبل بمد على الشجاع لانه هو اللي يحميك وهو اللي يكسب اليوم فهمت لكن فز من ذا الشجاع انا اشوف انه الشجاع على الشجاع الحين شجاعت على نفسه الحين الشجاعي الكريم على بندر الكريم فز من الاول بندر هو اللي باقي هو اللي باقي الكريم فز من الاول ولا فز من ذا فز من الاول الكريم هو اللي وقت الجوع يعطي الناس بس ما يعطي الناس غير بفضل الشجاع اللي يحمي بندر الشاع القسامه قسامه والشاحن تكفى جوالي بيطفي وانا فاتح بث لولا الشجاع اللي يحمي ويجيب الكسب ما جاء كريم جاء جوعان والله يجي في حرب الا كل 5 سنين الكلام لا لا الكلام دايم هذا جوالك لا صدق جيب جوالاتي معك فزي من اللي قبل والله شوفوا يا عيال والله شوف كلام في خاطري لازم اقول والله انا كلها والله شوف يا ابن عمي هذا كلام الخاطر الرجي كله ما في مكسور لكن والله لي ولدنا حريم معذنيهم ما جاء مثلك يا ولد قلنا بالخاطر والتجي ولا الرجي كله ما في مكسور وضع مصارحه يا احمد نعم يا عيال انتم الصدق صدق نعم الصدق صدق والله يا شوف شوف دايم
الاجل صحيح، الاجل الصحيح. بعيدا عن البث الحين، احنا جالسين طعمك في البث ودا ودا. دايم خذها قاعده في الحياه، اشتر رفيق اللي دايما ينصحك. حتى في يا اخي ما له دخل، احنا انتم يا عيال ما لكم دخل اصلا في حلالي، صح ولا لا؟ نعم. بس يومكم قاعدين تتكلمون عن عشان لا لانه دخل في حلالك. اسمع عشان ايش؟ عشان مصلحه احمد. نعم. صح ولا لا؟ نعم. صح ولا لا؟ ممكن انتم عندكم تشوفوكم نظريه وانا عندي نظريه ثانيه ما تدري عنها. طيب ممكن ممكن انا بقول لك انا ممكن من اول اصرف سلفيات مثلا اشياء ما ادري شيء صراحه ما تروح، ولكن اللي فتره زمنيه قريب يعني. زمنيه اشهد بالله شهاده حق هذا شيء حلو ممتاز مقلل جدا لان الظروف تحكم والله ما هو بالظروف غير بس انك يلا تملك نفسك وان شاء الله انك تصبر على الاعذار يا ولد. من يوم عرفناه ما قد دخل بدون كيس مستحيل احمد يدخل بدون لدرجة اني احس بانهم احس بانه مولود بكيس شوالي معي ولا وين زعلتني يا رجال اه يلا الصلاه 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 نبي نصلي نبي نصلي انا موضي اولا ما تصلي عني عادي من الكريم ما استبعد ترى الحين ما نبغى القايم نصلي يلا يلا صلينا صلينا المبعوض يتوضا المبارد لا لا ما عليه تيمم تيمم اجرين اجرين والله اللي يفلح له اللي بنصلي يلا 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 صل صلي صورنا احنا نصلي قلبه كامل بسريمون عجل عجل وض وراك ناس سرعة مقصدين اللي بوضي ما انا وضي في المطبخ عجل بس انا والله ابو ناصر في مقصدين هنا اروح يا خالد يا حبيبي شو العلوم والله اي والله اني كنت معي بصراحه نصلي كومنت كم عمر احمد 13 يلا يا عيال جاهزين بنصلي بنصلي واجيكم بنصلي واجيكم اوه يا برد البرد ما عندنا ما في سمن بلا قرص اما قرص يود برد يود انت دفت ربع موس والله اني جاهزين عيال خلانا يلا يلا البس شغالكم
ايش فيك منك احمد؟ لا مش تمشي وين؟ أمه بتمشي اي والله يلا تبون شيء يا العظماء انستونا ونستونا والله يعطيكم العافيه وترى الرجال صامل على وضعه حاولوا تنبهونا على الموضوع ذا زين ويلا ودعناكم الله الى لقاء ثاني مين 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 كل شيء مين خالد مشينا انا عن جوالك انا خالد ما تخلي الرجال حالهم العظماء هنا صبرك ايش عندهم العظماء تهاوشت معهم ليش ما ادري افا عندوش ساحه انت احمد يذبح ما لقيت لا ادري لا تكتبون شيء يا ولد مخطي عليهم فيه يا ولد تعال تعال ما اخطيت والله ما اخطيت بس هم جدولوا علي يا ولد طيب خليهم يجدوا عليك يا ولد واذا يا ولد انا بجدول عليهم حتى كيف لا 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 انتبه انتبه كلش العظماء يا حبيبي ازعل احمد بعد الموضوع ذا بكره هنا ميتين جوع احنا بيطردني احمد بيجي الحين وبيطردني سويت معي حطيت نفسي مشرف ايوه عشان ما يطردوني بالله ناويين يطردوني حطيت نفسي حلو ما يبونك ما راح اطرد انا والله ما راح اطرد ابن امه بس عشان ما يطردوني بس طيب ما يبونك يا اخوي ابن اخذ راحتهم لا يا حبيبي لازم نشوف الوضع نشوف تمام يلا 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 انا ممكن اورث لك عزيز تقول تعال بكلم الرجال هذا ما من هذا الاتصال يجي جواني يا ترى ما عارف كلمة شوف شجار كلمة وين قال خلاص أبشر قلت بيجوني العيال في عيوب أخرى قال خلاص أبشر سهل سهل إيه بس أنتم علموني كم عددكم عشان أبلغ على البواب ماشي العيال كلكم اي والله حماد تبي شيء ايوه تبي شيء سلام كله الليل الليل يلا بينا اخي الليل عاد الجكيت يعني الفلبت تعرف لازم تدري اني انا وياك حالنا واحد يا احمد المزوح تجي تروح لو تبي سروالي اعطيك اياه اجع الله يلعن شيطان استغفر الله تبي شيء برحيم سلام يا حبيب الليل ان شاء الله باذن الله يا حبيب يلا استر عليك ايش سوى مجيد؟ يلا وين حسابه انا مدري وين حسابه عادي لا بمشي هذا مكيف ما
والله انا ما عندي مشكله. كيفك؟ تبى نمشي مشينا. كيفك تمشي الحين؟ ما شاء الله. الاكله ايه الاكله ما سويناها، الاكله جيزانيه يا الله بسوي. والله انا اليوم مريت ال شو اسمه با شو اسمه لا اله الا الله شنو هو المهم يا جماعه الخير كنت بعلمكم عن حاجه المرسى عشان اللي قفتك يا ابو سرح. لو انك قايل لو انك قايل ابا ذا ما عندي مشكله يا خضير حط نفسك مشرف اتبع علومكم. ما شاء الله ما شاء الله الله يحييك انت حي المطر الله يحييك انت حي المطر. خلنا نشوف الشيباني ذا. ارحب ابراهيم. تعال يا شيباني. ارحب. شو العلوم؟ هذا زين نحمد الله ما علينا خلاص. يا اخوانك زفت يا ولد علامك. شو بس يا ولد دخلت لي مع واحد يليني ما دخلت. علامة. جاب العيد الله يهديه. علومك عساك طيب. قالك ايش قالك علمني. لا لا اشونها على كلام ولا على غيره. انت قاعد تسوي؟ علومك. انت قاعد تسوي؟ انت قاعد تسوي؟ تشوفك تصد زي كذا وترجع طعم هالبلية الشاهي طعم هالبلية. لا لا الله يبعدنا عنه. لا مرة الله يبعدنا عنه. الله يبعدنا عنه. ألومكم طيبين أبو حريم آمين. والله لو أدري العلم قوي يا أخوك. كل علم علامك أعطني علمك وش فيك. والله ما شيء ما دخلت لي مع واحد جاب العيد في نفسي ايش قلنا ما كملها. اجنبي والله يا ابو حي فكنا خلنا نغير الموضوع. اجنبي خلنا نغير الموضوع شوي. ايش نسوي؟ تعرف انت في حلبان ولا الرياض انت؟ والله طيب في حلبان ولا في الرياض؟ ما انت في حلبان؟ لا والله في الرياض. حرام عليك. حرام عليك والله. اي والله اصدق. ليش صاير هذا؟ يا اخي ليش صاير هذا؟ شوف والله يا والله ما ادري قسم بالله يا ابو حي اشهد الله علي ما ادري يعني انت جاك كذا تخير علي يا بابا. لا بس يود ما ادري هي اقرا عقوب السناب هذا انا ابوها لاجد سنوني. اسمع صدق ليش انا اذكرك انك مرح يعني طقطق وتضحك وحركي صار عندك برود. لازم تصير حركي لازم تشقلب. شوف انت فاتح بث لازم تشقلب لا تعطيها شخصيه خالد عبد الرحمن. فهمت علي ابن عمي؟ سمعت يا ابن عمي؟ والله لك ما فتحت لي بث يا ابن عمي لانك وانا اخوك مرسم ومعطيها هذيك النغمه. فهمت علي؟ لا بث في الحوش في السطح فوق الجدار لقمه العيش لازم تضحي. لازم تضحي يا ابن عمي لازم تضحي. كم فيها تضحية يا جد؟ تام فيها تضحية عز الله رحنا فيها. لازم فيها تضحية. لازم تضحي والله. لكن ترى إيش صعبة يا أخي؟ أي والله. وين ودك إحنا ما عاد نشوفك هنا؟ والله أنا موجود في الاستراحة. ما عندي شيء. كثر سنابات إبراهيم خلنا مش سناباتك حلوة والله. بالله سنواتي حلوه والله يذمتك. والله اني بحيان الصدق اني اسكب بعض المشاهير بس انت لا والله اكون معك سريع. دائما انا مختلف لحالي ترى انا في كوكب الحال. يا كل ما تذكرت سنابه تذكرت شو اسمه وش هو الهندي محسن يوم قال اركب لك الشلف.
يا اهلا هذه افكار غريبه رب الكعبه الله محسن محسن يا رطلي محسن رونق الحال انت علامه محسن راح مع العيال يا اخي استانست على السؤال من هو ذا اللي جنبك يا ابراهيم ولد عمي الله يسلمك مساك الله خير يا حبيبي مشيت بالنور يا الشيخ ارحم مليون مساك طيب بشرنا عنك خير ابشرك الله يجعله يا حبيبي وانا اقول يا شيخ شفت انك غيرت نبرتك ليش غيرت نبرتك الحين نبرتي في ايش انا كنت في شركه من اول كان صوتي تحس انه مخنوق فهمت فجلست مع واحد يو تحس نفس صوتك الان فهمت علي طبقه شتويه بالحيل فهمت فصرت مثله اما طبقه شتويه ودا ليش صوت الله صدق صدق قسم بالله يثقل كل شيء عندك انت تسمين الصوت يثقل كل شيء عندك يصير فهمت علي حتى حركاتك فهمت علي فلازم انك تفك 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 فهمت؟ لا ورب الكعبة قسم بالله ترى لي كم ما فتحت بذوث ترى يعني صرت متغير يا ود عن البرامج اصلا والله حتى اني قاطع عن البرامج بكبر وما قطعتها ترى والله عبث والله اني ما قطعتها على عبث اننا نشغال يعلم الله الله يوفقك يا حبيبي وانت تستاهل الخير وترى ما قلت كلام هذا الواحد جدا يعني فهمت علي وادخل معي واحد شفت اي واحد ادخل معي ادخل معي قسم بالله ترى واحد يغير من المود شوي نعم طازم نيس ناس يلا صادق الروحات ارى صاد جمعه الله يوفقكم ان شاء الله تبي شيء مشاري حبيبي تبي شيء يا حبيبي صادين كجر الله يوفقك هذا طابق جديد بلاي وش وضعه اي والله خلني ساكت بعد يا الله اي الله يوفق الوجه يا مرحي يا حبيبي انت الحين نبدا نسولف وياكم في مواضيع وعلوم منين نبدا منين نبدا صليت لها باقي ما صليت على عيوني في من يعني يا اخي احس اني جوعان وانا ماني بجوعان احس ودي اكل وانا ما ودي اكل ما ادري يا اخي شعور غريب نور الله عليه انت نور بس الوكاد ان الاجواء يعني ونيسة بشكل لا يعني ما أخفيكم صدق يعني شعور الراحة الله يطعم كل واحد مهموم وكل واحد متضايق لأنه رهيب يغير يا أخي يا أخي ما أخفيكم اللهم لك الحمد اليوم يوم صحيت من النوم لا إله إلا الله والله ما في سبب والله ما في سبب أن الشعور هذا يجيني يا أخي بس شعور يا أخي حلو مرة تكون متمستغانة وخاطرك منشرح يا أخي يا الله ما أقوم بدري أنا أقوم على الساعة 6 على المغرب كذا ما أدري شعوري وش بصراحة يعني شوف أقولكم حاجة يعني أنا من الناس الحركي فهمتوا يعني ما أحب الجلوس لاحظين الشيء هذا لاحظين الصلوات صليت والله يا جماعة خير إني أقوم أصلي وأرجع وأركض فهمتوا وش فيكم قلبتم أمي
شي. المهم فا ايش كنت ايش تعلمك معنا؟ حركه حركه. انا مداني الجلوس هذا مدني مدني. يجيني بلا يجيني بلا. اكتبوا اكتبوا انشدوني هنا انشدوني انشدوني هنا بالله انشدوني انشدوني في البثنيه انشدوني. اكتبوا اللي تبون. اكتبوني وانا بجاوب. يلا خطط شيء لشتى؟ لا والله اشتى هذا ما خطط له شيء صراحه. دا تراني فاتح بث يا عبود دقيت لي. لا تبي شيء؟ علامة إذا مات كويس. طيب أنت متى بترقد أنت؟ الساعة كم؟ خلاص انا بكلمك. لا مني عاد انت مسك التابلت بكلمك. وش تقولون وش تقولون السؤال؟ شو يقول شو يقول السؤال؟ كان عمري 17. مواقف والله المواقف واجد. شيء عادي يعني. شوف في سؤال هنا يقول عادي يعني تحس دينية فرقت معك؟ فرقت معي لاني احس اني واظبت عليها لي اسبوع الحين. فرقت معي بشكل كبير فرقت معي بشكل كبير. الوتر يا جماعة الخير يا الله. واذكر الصباح والمساء عشان اكون معكم صادق. فرقت 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 فرق كبير فرق كبير فرق كبير بشكل ما تتخيلونه. فرق هذه احد الاسباب اللي قاعد تشوفون احمد بهذا الشيء اللي قدامكم. اقسم بالله اني صادق. احمد وشيش واحد. وش تبون وش تبون؟ كيف نبعد عن التفكير؟ والله ربعنا ما نب أتمزح فينا أنتم. يود أنا ماني بدكتور. أنا ماني بدكتور. شف بس بقول لك شيء. اسمع اسمع يا حبيبي اسمع. التفكير وأنا أخوك. تفكير جاي من راسك ولا من قلبك؟ حدد عشان أعلمك. زعلت أنا. اسمعني بس اسمعني اسمعني اسمعني. اسمعني يا حبيبي اسمعني. التفكير جاي من راسك ولا من قلبك؟ انسان من قلبك الله يعينك، انسان من راسك فوالله من الافلام اللي تعيشها في مخك هنا. انسان في قلبك بس الله يعينك ويصبرك. ولكن انسان من مخك من غير شغلت لك اليسا ولا اغاني الحب فهمت علي اعطيتها الاجواء مسلسلات. اما انك طال عمرك عارف حركات هذه. سؤالك وش هو انت؟ عطوره فندس لا في الدوات ميلا. لو ما كانت يعني كانت الدوات من حال ذا شاركت الدوات بس مع الرياض ما يمدي.
لو انك احمد ودك تعلن افنتس عند المشاهير، والله افنتس الله ملك الحمد ماشي اموره وطيب جدا والكميات ما توقف، يعني احنا ما اعلنا. نعم شاركي في معرض الرياض باذن الله في بعد شهر ان شاء الله. انا قاعد الحق اسئلتكم. احمد وش افضل اسم بنت عندك؟ كمين كمين كمين. هذا تب تمشي على انا ده كان زمان. انا احب اسم نجد عشان نوني، يعني لو انك مديني وش ليش راح. ايش كورت على الحرام اللي زرتها لحق دقيقه. افضل سنه مرت علي يعني بعد ما يعني تعرفت عليكم كذا، كانت سنه مختلفه جدا. ايش فينا يا اخي، تحس ان العلاقه الحبيه بالزياده هذه تحس انها ميب علي ميب راكبه علينا. خلونا دهوش بالعربي، راكبه صح. أثاركم بعضكم غير على الصامت، ما يهرج ولا يكتب. أنا إذن شبت حسبي الله ونعم الوكيل. دقيقة دقيقة دقيقة، الله يلعن الشيطان. إذن شبت يدي انشبت و شرك دبره. يدي انشبت على الحرم، ارفع البليه وسع ال. طيب انت يلا يا حو انا فكه بس اعطني القط تكفى خلي بعد مره ثانيه. وين كم مدة المعرض؟ 10 ايام. والله ودي بالسفرية ان شاء الله، ابشر بالخير. بيجي السفرية على كيف كيفكم، بس ما ادري متى. تخاف تفقد جمهورك؟ والله الجمهور علمهم طيب، من اللي ما يخاف ان يفقد جمهور؟ ولكن في النهاية اذا انت غير ما قدمت شيء يعني خلاص فلهم الحق. فهمت علي الفكرة؟ بس اني يعني اللي اقدر اقول اذا ما عندي شيء يا احمد امشي واتوكل على الله. فهمت الفكره؟ عندي شيء لا والله ابشرون بالخير. الراس هذا مليان علوم ومليان طال عمرك افكار ومليان علوم من واجد. البي سي والله اني ابيها ابيها البي سي، ابي اجيب البي سي، ابي اجيب الراكان ومنها استفيد انا ابث. بس ما ادري متى اجيبه. يعني ابو ذا بعض السؤال ما يصلح. ايش اللي لو كنت حيوان؟ ايش الكلام هذا؟ احترموا كبر سني واحترموا هالشكل قدامك. احمد كان في فرع مسرى واحد، الثاني ما اعرفه. ما اعرف
طيب وش اكثر شيء تكرهه وينرفزك؟ الاستغفار دائما اقول انا ما احب احد يستغفرني، انا ما داني ديني ودين اللي يستغفرني، ديني ودين اللي يستغفرني. اللي في الدوام هو بلي مالي، انا ما عندي غير نسر واحد الرياضي رب. دونك ما يدري شلون بتكون، شلون ما شلون بكون؟ ليش تحب ايش؟ ليش تحب تقلل من نفسك؟ شلون ليش احب اقلل من نفسي؟ عد السؤال تاني، عد السؤال يراعي السؤال، عد السؤال يراعي السؤال، عده، عد السؤال يراعي السؤال، عد السؤال يراعي السؤال، تحت مسمى المحتوى. يا جماعة الخير أبي أقول لكم حاجة، أنا بعطيكم الصراحة يا أخي، تخيل نجي وأنا والله أنا تراني كذا وأنا تراني كذا وأنا تراني كذا، أنا أقدر هايط بس أنا ما بجوي رياض، أنا ممكن يجي هايط كذا في هياط، شوف شوف في هياط، في هياط خارج عن الإطار بزيادة وأنا ما أحبه، ممكن نهايط في شيء حلو نطقطق فيه نضحك. يا أخي ترى الهياط اللازم ما بزين يا أخي، والله إني مدني، علي الحرام إني مداني الهياط اللي فوق طاقته، فوق طاقته هذا مدني. ممكن عادي يا أخي، ممكن يقول لك يا أخي ما هو بتقليل فيني، اللهم لك الحمد يا أخي، أنا عندي ثقة اللهم لك الحمد أملكها، اللهم لك الحمد، واثق من عمري يا ابن حلال، بس مو بلازم إني أطلعها قدام أي واحد قدامي. متى ما حل واجبها تطلع، بس حتى يوم اني اقلل وكذا طاقتك على عمري، انا وضع متصالح انا نفسي يا اخي، يا اخي انا انسان متصالح على نفسي، والله نفسي راضيه عني وانا راضي عنها، مسعي اسطوره مستانسين والوضع في اي بي اي لايك ات انجوي حبايبي، فهمت الفكره؟ اي تقليل تتكلمون عنه؟ ومن يعرف، شوف صف شوف صدق صدق، اللي يعرف احمد زين يعرف احمد، لا ما احتاج اني اتكلم عن عمره. ارقد اليمين ارقد أحمد، ما ملك رب، ما تحس إنك تسمع الشيء الغلط؟ والله شوف الحياة تجارب، الحياة تجارب، إذا هو خطأ ولا صح الله كاتب لك حاجة، وترى مرات دائما الغلط حاجة حلوة في الحياة، وأقسم بالله له لذة وله وجع في نفس الوقت، بس لذته تسيطر على الوجع أكثر شيء، لأنك مستحيل من المستحيل إنك ترجع تعيد الغلط مرة ثانية. تتعلم، يعني بقول لكم شيء، انا اقدر الحين ابني بيت، شلون تبني بيت؟ خلاص عرفت وش، عرفت هذا منين يجيبونه، عرفت البلوك منين يجيبونه، عرفت هذا كيف طريقته والديكور ذا منين والكهرباء منين يسحب. يا اخي انا اقدر افتح لي 100 كافية الحين، لاني قبل افتح ما اعرف شيء، الحين اعرف هذا منين يجي وهذا منين يجي وهذا منين يجي وهذا منين يجي، فهمت الفكرة؟ أخطيت في هذه خلاص عرفت أخطاء كثيرة، فهمت الفكرة؟ زي البيت يوم جيت رممه عرفت أخطاء واجد، وشلون لازم تكون الارتفاع فوق واجد، لازم الكهرباء شوي من، فهمت الفكرة؟ أشياء كثيرة، لو ما أخطيت والله لا أجيب البيت، والله ما راح أدير.
الخبرة الخبرة يا جماعة الخير. الحين لا والله وش يقفل مسرى؟ مسرى مستحيل بإذن الله. وش يقفل مسرى؟ ماشي اللهم لك الحمد، وفي أشياء حلوة جاية جدا حلوة مرة وبتشوفونها. أحمد اللي قاعد أقرأ والله أسئلتكم. أحمد طيب، إيش تندم على إيش أكثر؟ إذا قلت نعم أم لا؟ أندم والله كلها فيها ندم. إن قلت نعم يمكن الحاجة هذه تدبل سبتك، وإن قلت لا لهي مصلحتك، فكلها يعني. شو المسلسل المفضل لديك؟ وادي الذئاب. هذا مراد على الدار، معلمهم الذي علمهم كيف يمثلون. نعم هذا مراد على الدار، هو اللي علمهم، هو اللي جراهم الممثلين بعده عشان يطلعون شخصيات مثل الشخصيات اللي هم طالعين فيها الحين، وما حد يقدر يجحد. أحمد جربت سلطان إشماع غيب الله، غيب الله إشماع سلطان كفو الرسيم يا أخي ما شاء الله تبارك الله. أنا جاي بصور بس نسيت والله. لا والله شيء شيء. هل الإنسان طماع؟ أي والله طماع الإنسان. الإنسان حلو تعطيها أموال الدنيا وتقول تبي زود، قلت والله أبي زود. طمع شيء أساسي في الإنسان، بس طمعه يعني طمعه عشانكم طمعه ما هي بتضر أحد. في مشاريع جاية ولا خلاص اكتفيت؟ لا والله اكتفيت اللهم لك الحمد، في نعمة. ايش رأيك في الشخص اللي يقلل من نجاحات الناس عشان يرضي نفسه؟ يقلل؟ عيد سؤال ثاني. راح السؤال ليش؟ يقلل من اللي حوله عشان فاشل؟ أنا ليش أخذ كلامه أصلاً؟ إذا هو فاشل هذه تجربة عاشها هو، أنت جربت حاجة وفشلت فيها مو معناته إني بفشل فيها أنا. ممكن أنت ما عندك المقومات إنك تكون أفضل مني بالفكرة، تكون أفضل مني بالذكاء، تكون أفضل مني بالشيء اللي أنا بسويه. إذا أنت فاشل فهذه مشكلتك، شيء طبيعي. ترى في بعض الناس سبحان الله إذا فشل خلاص أي واحد يقابله خلاص يقول له منحش. أنا طيب ليه يا ابن حلال؟ وأنا ترايح إذا أخي أنت جربت وفشلت، جربت وفشلت خلاص الله مو كاتب لك الشيء هذا يا فاشل، الله مو كاتب لك هالشيء هذا يا فاشل. الله لا يبرأ أنا بعظم سبحان الله يعني. يلحقي من الحسد والله مو راح نديره نيته سبحان الله. كل واحد ترى الله كاتب له يعني معطيك على قد نيتك،